بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذه الجلسة اللي إن شاء الله راح تكون خفيفة عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في عرض محتواها بشكل بسيط بحيث يكون أكثر واقعية، أكثر قدرة على تطبيقه. طبعا محاضرتنا عن جزئين مهمات، كيف تنسق بين تطوير مهاراتك وإدارة وقتك بذكاء. من خلال العنوان هذا، إيش جاء على خاطركم ممكن نناقش إن شاء الله في هذه الجلسة؟ أنا أريدكم تشاركون مجموعة بسيطة وفرصة نكون مع بعض، يعني إيش راح نتكلم، إيش الأشياء اللي ممكن توقعين أو تقايلين أجلها في هذه الجلسة؟ لا يسلم يكون ساكي، لازم تشاركون. كيف أوفق بين تطوير مهاراتي وفي الوقت أدير وقتي بذكاء، لأن عندي أعمال كثيرة. حلو، جميل، ممتاز. غير وحد عنده شيء معين. طيب أنتوا قايل ليش؟ إيش قايل؟ شفت العنوان سجلته فيه، ليش؟ إيش الهدف من وجودكم؟ ليش جيتوا هنا يعني؟ ليش فكرت تحضروا هذه المحاضرة؟ تنظيم الوقت. لكن تنظيم الوقت، يعني عندكم إشكالية في تنظيم وقتكم، فبالتالي محتاجين يعني تتعرفوا على مهارة معينة في إدارة هذا الوقت. جميل. غير وحد عنده شيء ثاني، هدف آخر؟ يعني عندك قبلة مهارات يعني تحاول انك تكتسبيها، وبالتالي انت فكرت اليوم انه كيف انا ممكن اطور هذه المهارات. طيب، او مع ضيق الوقت، هل فعلا عندنا ضيق وقت؟ هل عندنا ضيق وقت فعلا؟ ادارة الوقت هي ادارة الوقت. طيب، طبعا راح تقول النقاط جزاك الله خير على المشاركة، اغلب الاشياء ان شاء الله ذكرتوها باذن الله راح تكون موجودة بطريقة او باخرى. أتمنى تتفاعلوا معي، وأتمنى أي نقطة ما واضحة أو تحتاج لها أكثر توضيح أنكم أيضا نبهونا عليها. بعد ساعة زين تنبهني عن أسهم في نقطة معينة وأنسى بقية الأشياء. طيب، من خلال العنوان طبعا يتضح عندنا أنه راح نناقش موضوعين، أنا حاولت كذا أعمله عشان يكون فيه يعني كل موضوع نعطي حقه بقدر ما نستطيع، وهو أنه إحنا راح نتكلم عن جزئين رئيسيات، وهو مهارات في اتجاه والوقت في اتجاه آخر أو في مكان آخر، والاثنين كيف ممكن نشتغل عليهم مع بعض، يعني كيف نقدر هذه المهارات اللي أنا أتمنى أن أزيد عندي أو أطورها عندي أو أمارسها بشكل أو بآخر، وكيف أنا ممكن هذه المهارة أشتغل فيها أو يعني أمارسها بإضافة أني أطورها عندي وفق الأوقات الوقت اللي أنا موجود عندي، وسط دراستي، وفق أعمالي، تربية أولادي، بيتي، النشاطات الأخرى، كيف أنا أقدر أشتغل عليها بطريقة أو بشيء. طبعا راح نعرض كل جزء الى حد ما مستقل عن الثاني، لكن اثناء العرض راح تلاحظوا ان اصلا الجزئين هم مع بعض مترابطين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بدايه الاشياء من النقاط المهمه مثل ما ذكرتكم، ان نحاول لما نقول نريد ندير وقتنا او نطور مهاراتنا، من النقاط المهمة حقيقة اللي يجب أن ندركها هي الأفكار حقيقة. يعني لذلك أنا أقول هل فعلا عندنا ضيق وقت؟ هل عندنا فعلا الوقت ضيق؟ هي إدارة الأفكار من النقاط المهمة، لأنه لما يكون الإنسان عنده قدرة على إدارة وقته، عفوا إدارة أفكاره، يستطيع بعدها ينظم باقي الأشياء. فعليا أحيانا نحن نبقى في إطار معين من حيث طريقتنا في التفكير وطريقتنا في التعامل مع الأشياء من حولنا، وبالتالي راح تكون عندنا صورة نمطية ثابتة في ممارساتنا اليومية، في ممارساتنا مع الناس، في تفاعلاتنا، وبالتالي راح يكون عندنا وقت محدود. لاحظوا لو شخص دائما يقول لكم أنا مضغوط مشغول، أول ما تقول فلان لو سمحت أنا مشغول، سامحني فلان لو سمحت أنا مضغوط ما عندي وقت، أنا دائما أقول هذا النوع من الناس، أوقف مع نفسك وقفة، أوقف مع نفسك وقفة، قرب وشوف الأشياء اللي موجودة في رأسك وتقول مشغول وحطها على ورقة، وقربوا هذا مع أنفسكم. اللي يقول أنا مشغول ومضغوط يقرب يشوف الأشياء اللي يعتبر أنه هو مضغوط اليوم، اللي يشوفه مضغوط فيه مشغول فيه، ينزل هذه الأشياء على ورقة، بعدين يشوف هذه الأشياء بعينه ويتأملها ويشوف هل هو فعلا مضغوط. أغلب الأشياء لما ننزلها على الورقة اللي راح يصير ان انا فرغت راسي، فرغت الافكار منها ونزلتها،
بعدين اقدر افكر فيها مره ثانيه بطريقه مختلفه، اقرب لاشياء تحصل ان ممكن انجز مهمه او مهمتين في نفس المشوار في نفس الفتره، واقدر اعطي تحديد لكل مهمه من هذه المهمات، بينما وهي في راسي ما اعتقد. يعني بتحس ان الافكار تلف وتلف وتلف وتحس نفسك ما قادر حتى يمكن وين ابدا وين انتهي. لذلك هذه النقطه مهمه. إدارة وقتنا وتطوير مهاراتنا حقيقة هنا كارتباط ما بين، نحتاج مثل ما ذكرت أن نطور أفكارنا أو نقدر ندير أفكارنا بحيث أن فيما بعد مثل ما ذكرت نستطيع أنه لما أدير أفكاري، طبعا لما أدير أفكاري بمعنى أن أحسن هذه الأفكار بمعنى أن أستطيع أن أقرر فيما بعد من وين أبدأ وكيف راح أبدأ ومتى راح أبدأ، وهي الأشياء اللي أنا محتاجينها في هذا المهمة عشان نقوم بهذه العملية. طيب نحتاج في هذه الحالة انه ايش؟ ان نحدد اهتماماتنا. احنا اريد ادير وقتي، تمام؟ عشان ادير وقتي محتاج اعرف اهتماماتي، اعرف اهدافي، حاجاتي اليومية، حاجاتي الاسبوعية، اعرف المهام اللي انا مناطة إلي، اعرف الانشطة اللي انا امارسها ولازم امارسها ومتى ممكن امارسها، مسؤولياتي. وهذه نقطة مهمة جدا. كم طالب عندي هنا في القاعة؟ طيب ممتاز. ايش مسؤولياتكم الان كطلاب؟ ايش المسؤولية الرئيسية لكم؟ دراسة. ممتاز. كم واحد يؤمن بهذه الفكرة؟ ممتاز. يعني ما كلكم مؤمنين فيها. طيب الموظفين، ايش المسؤولية اللي انتم الان اللي انتم مسؤولين عنها الموجودة عندكم الان؟ ممتاز. لاحظوا الفرق بيننا وبين الطلاب. طبعا في طلاب اليوم، وانا من الناس اللي اشتغلان في غالي في مركز الارشاد، يكون كثير من الطلاب حاملين مسؤوليات او هم يريدوا يسوي على نفسهم، يعني يحملوا نفسهم مسؤوليات تختلف عن المسؤوليات اللي ذكرتها الاخوات الان، وبالتالي تصير عندهم مشكله. كثير من الطلاب لما نجلس معهم ونراجع يعني اداره افكارهم حول مهامهم ومسؤولياتهم، تحصل هذه مسؤوليه ان الطالب يعني حاطينها شوية على جنب كأنها من وقت الفراغ، بينما هي تعتبر أساس. أنت موجود في الجامعة، إذا أنت طالب، إذا المهمة الأساسية أو المسؤولية الأساسية خاصة في اليوم اللي أنت موجود فيه داخل الجامعة هي مهمتك أنك طالب. لما تعرف هذه المهمة وأن هذه المسؤولية هي الأساسية عندك وتشتغل عليها، بقية المهام راح تكون موزعة في الجدول بشكل مختلف. لكن لما تكون هذه المهمة آخر مسؤولية، كيف يكون وضعها في الجدول الدراسي؟ بتتقدم كثير من المسؤوليات وتتقدم كثير من المهام عليه. طيب إذا محاضرتنا مثل ما اتفقنا راح نتكلم عن تطوير مهاراتنا وإدارتنا، ونحن نحاول ننسق ما بينهم مثل ما ذكرتكم سابقا. تطوير المهارات يتطلب أن أولا أحدد المهارات اللي أنا بأطورها عشان تكون عندي رؤية واضحة. الحين لما أقول بأطور مهاراتي، ايش هي المهارات اللي بتطورها؟ كم مهارة بتطور؟ كل مهارة تريد تطورها ايش اللي تحتاجه من حدود؟ ايش من تحتاجه من ادوات؟ فبالتالي اي شيء نريد نشتغل عليه اولا لازم نحدده ايش هو. فلما نريد نطور مهاراتنا لازم نحدد المهارة اللي انا اريد اطورها. فاهم معي؟ لما احدد المهاره هذه او مهارتين او ثلاث، بعدين ادخلهم في ايش؟ في برنامج اداره الوقت. صح ولا ما صح؟ هل لو عندي انا مهاره واحده نفس الشيء لو عندي مهارتين؟ يعني لو انا عندي مهاره، اعطوني مهاره بتطورها مثلا قراءه، القراءه مثلا، هل انا اقدر اطور مهاره القراءه واريد اطور مهاره في مهارات مثلا في الرياضه، اريد اطور مهاره في مثلا المهارات مثلا نقول الاشغال اليدويه، راح تعطيني نفس الطاقه لما انا اشتغل على ثلاث مهارات في مقابل انا اشتغل على مهاره واحده؟ بلا شك مختلف. وانا طالب في الجامعه، وانا موظف، وانا رب اسره، وانا ابو اولاد، وانا يعني ربما يعني نقول اخ، وانا يعني مسؤول عن اسره ممتده، وتقيسوا على انفسكم كثير من الاشياء. لذلك تطوير اي مهاره يحتاج ان نحدد المهاره اولا نطورها، واداره الوقت تتطلب
معرفتي ووعي لهذا الوقت، قيمة هذا الوقت، وكيف أنا ممكن أستثمره. هذه نقطتي الحقيقة يعني مهمات جدا. البعض الناس ما عندهم قيمة للوقت، الوقت ما له قيمة عندهم، هم يمشوا على باب الله واللي عندهم مشوا عليه، أوكي صح أنا أنجز، صح أنا أشتغل، صح أنا أسير، لكنه هل الوقت عنده محسوب؟ هل ساعات نومه، ساعات أكله، ساعات حركته، ساعات خروجه ودخوله في البيت محسوبة؟ يعني عارف متى يفترض أن هذا المهمة كم أنجزها، هذا المشوار كم أنجزه، ولا بس على باب الله وين ما وصلت. في ناس تمشي كذا، يعني يمشي يومياتهم ويسيروا ويجيوا حسب ما تمشي الأيام، حسب المسؤوليات بعد. طيب المسؤولية غير المهارة. جميل. هذه المسؤولية تحتم علي أني أنا أعرف الوقت اللي تحتاجه كل مهمة في مسؤولياتي. يعني معرفتك لحجم المسؤولية، كل ما كبر حجم مسؤولياتك كل ما كان عندك مهمات أكبر، وكل ما كان عندك كل مهمة لها وقت وقيمة، تقدر تقدر كم محتاجة من الجهد بشكل عام، وكم ممكن تستحمل من المسؤوليات في قلبك اليوم بإذن الله تعالى. طيب إذا نحتاج لتحديد الأولويات عشان نقدر نحدد المهمات والأهداف والمهارات، نحدد أولويات لبلوغ الأهداف مرة تحقيقها، وهل هذه المهارات والمهارات التطويرية تساهم في تحقيق الأهداف الدراسية، على أساس أنه كنت غالية الطلاب، لكن في كل، هل هذه المهارات اللي أنا باغى أطورها هل هي تساهم في مسار حياتي؟ يعني هل المهارة هي مهارة من باب يعني اكتسابها أو رغبتك في اكتسابها، هل من باب بس الزيادة؟ يعني معرفة، أو يعني أنت هواية نقدر نقول وتحب تتطورها، أم هي فعلا تؤثر على مسار حياتك؟ الأمرين مختلفات. كل ما كانت هذه المهارة متعلقة بأهداف رئيسية في حياتك، كل ما كان سعيك لها أقوى، وكل ما كان حرصك عليها أقوى. مثلا لو قلنا احنا طلبة الجامعة، طلابنا هنا لما تكون عندهم مهارة التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة هدف رئيسي، وهذا الشيء يساعده في اكتساب المعرفة، يساعده في دخول اختباراته، يساعده في أي مقابلة مع أي أستاذه أساتذته، راح يكون يعني اهتمامه بتطوير هذه المهارة أقوى من مهارة أخرى مثل متعلقة مثلا بالرسم أو التصوير، أو نقدر نقول مهارة هو يعني مثلا اليوم الشباب لاحظوا ما شاء الله في السوشيال ميديا داسين ظهروا مهارات عظيمة حقيقة، لكن هذه المهارات ما بضر تصب في مجال دراستهم أو حتى مستقبلهم حقيقة. يعني هم معطينا اهتمام كبير لهذه الأمور، كبير جدا يا أدم. نفس الشيء لما أقول أنا كرب أسرة أو أنا كموظف لما يعني أتعلم مهارة لها علاقة بوظيفتي، أو لها علاقة بمهاراتي في الحياة، بممارسات الحياتية، اهتمامي فيها، الجهد اللي تحتاجه، الوقت اللي أعطيها إياه يختلف طبعا بين مهارة أخرى أنا بس أريد يعني أحبها وبغى أطور في نفسي من باب الزيادة، من باب الاستمتاع فيها لما تكون، يكون الأمر مختلف. صح ولا ما صح؟ إذا مثل ما ذكر راح نناقش هذا الموضوع من هذه الزاوية بإذن الله. نبدأ بالنقطة الأولى وهي كيف نطور مهارات. طبعا راح أسرد عدة نقاط وأوضحها، أي شيء تحسوا أنه محتاجين نوضحه أكثر فحاولوا يعني تناقشون فيه. أول نقطة مشان نطور مهاراتنا، وهذا الكلام كنا ذكرنا بطريقة أخرى، أن أضع هدف لنفسي وراء هذه المهارة. أنا الحين لازم أحدد المهارات أو المهارة اللي أطورها، هذا أولا. اثنين، بعد ما حددت المهارة هذه أعطي نفسي هدف، ليش أنا أريد أطور هذه المهارة، هذه مهمة جدا. وكل ما كانت أهدافي مثل ما قلت لكم مرتبطة بمساري سواء الوظيفي أو بمساري الدراسي أو بمسار حياتي مثل التربوية أو الاجتماعية، كل ما كان حرصي أكثر. طيب الأهداف أيضا فيها قضية مهمة، وهذه طبعا يعني انتوا غنيين عن التعريف، يعني معرفتكم ربما فيها اوسع خاصه للموظفين اللي شغالين عليها دائما. طبيعه الاهداف اللي نضعها يفترض انها تكون ايش؟ فيها واقعيه الى حد ما، يمكن تحقيقها، قابله للقياس، يفضل ان تكون مرتبطه مثل ما ذكرتكم بمساري اللي انا قاعد نقله. ليش تكون هذه الافكار منطقيه؟ الاولى الاهداف منطقيه او واقعيه، لانه احيانا انا ارسم هدف يكون كبير ومجال تحقيقه يعني ياخذ بالزمن طويل، يعني الى درجه ان الانسان احيانا يخوض فيه
وهو يمشي في الحياة ما يتوه أصلا، ينسى هذا الهدف اللي هو راح من أجله. اثنين، ليش نحطه هذا الهدف قابل للقياس؟ عشان أعرف أني أنا هل أنا جالس أتحرك من خطوة لخطوة، هل أنا جالس أتقدم يوم بعد يوم في هذه المهارة اللي سعيت من أجلها. تمام، لأنه إذا أنا ما حطيته، يعني مثلا مثل ما قال زميلنا، أنا أريد أطور مهارة القراءة، وقال بس نحدد مهارة القراءة وأبدأ أقرأ، بدأ يقرأ. ليش ما حط هدف واضح؟ لا بس أنا أحب القراءة وأحب أطور هذه المهارة وعندي مهارة القراءة، بدأ يقرأ وتوكل على الله. ما حط لنفسه شيء من القياس لهذه القراءة، بحيث أن أنا أعرف نفسي أن تطورت مهارتي في القراءة لما أقرأ مثلا كتاب في شهر، كتاب واحد في شهر، عشان يعرف نفسه أنه بعد الشهر هل هو فعلا قرأ كتاب ولا ما قرأ كتاب. لكن إذا حطه بس أنا أريد أتطور مهارة القراءة وبالتالي أنا كل يوم أقرأ، طيب كم راح تقرأ عشان تعرف أنك أنت هذا الشهر أفضل من الشهر الماضي، أو أن مهارتك طورت هذه الفترة من الفترة الماضية؟ كم المقياس مالك؟ كم الليمت مالك؟ ما يمكن تبغى تطور المهارة وكنت تقرأ أفضل من الآن. طبعا كل واحد يقول له ظروف معينة، لأسباب معينة، لكذا لكذا لكذا، يعطي مبررات لنفسه. بالتالي أنت ما حطيت نفسك قياس، كيف تعرف أنك طورت مهارتك، تحسنت مهارتك أو لا؟ فبالتالي مهم أنه يكون عندنا إيش؟ الهدف قابل للقياس. طيب جميل أن أيضا لما يكون عندنا أهداف، هذه الأهداف تكون نبدأ بالأهداف. أنا دائما طلابنا لما يزورونا عادة في المركز، في كثير من الحالات لما نجي عندنا في المركز، لما نبدأ نشتغل خاصة فيما يخص الدافعية وتحريك الدافعية وكذا، نقول نحط لك أهداف كبيرة، ثم أحط أهداف صغيرة أبدأ في تحقيق هدف وراء هدف وصولا للأهداف الكبيرة. لأنك إذا ما بدأت بأهداف صغيرة وبدأت تشتغل على هدف الكبير، أحيانا فعلا تتعب وأنت ما واجد نفسك جالس تصل، ربما بسرعة، ربما بنقول بنفس القوة، ربما بنفس الدرجة. لكن لما تعمل لك أهداف صغيرة وتبدأ فيها، إنجازك اللي كل هدف وراء الآخر تحس بقيمة ويش؟ الإنجاز، وبالتالي تحس بقيمة حركتك وتطورك بدءا من نقطة الصفر اللي أنت بدأت فيها في سعيك وراء تحقيق هذا الهدف، إلى أن تصل بإذن الله تعالى إلى الهدف الكبير اللي أنت واضح له. فبالتالي دائما نحاول نقول لما نريد نحقق شيء أو ننجز شيء أو نتعلم شيء أو نصل إلى شيء، نحط هدف كبير هناك هو الهدف اللي أنا باغي أوصله، ثم أحط أهداف يعني نقول متباعدة أو أهداف صغيرة موزعة، بحيث كل فترة أنا أقدر أقيس الهدف الصغير هذا وأنجزه وأنتقل للهدف اللي بعده وأنجزه وأنا رايح بإذن الله تعالى. طيب النقطة الثانية، محتاجين اتخاذ قرار والتزام بتطويرها. أنا حددت المهارة وحددت الأهداف، يحتاج أن أتخذ قرار الآن، أبدأ أنطلق ولا لا؟ اتخاذ القرار مهم جدا. ذكرت في البداية أنه عشان ننسق بين إدارة أفكار إدارة الوقت وتطوير مهارات، نحتاج لإيش؟ إلى إدارة أفكارنا. وبالتالي الآن لما بدأنا نحدد المهارة ونشتغل عليها، لازم يكون عندي اتخاذ قرار، لازم يكون عندي قرار أقدر من خلاله أحرك هذه الذات من أجل تحقيق غاية وهي تطوير هذه المهارة. أحيانا نخطط ونرسم بس قرار البداية ما جاء، يعني قرار أني أبدأ الآن ما اشتغلنا عليه. أحيانا أشتغل وأبدأ لكن اتخاذ قرار التغيير في المسار ما موجود، وبالتالي إيش أقول؟ أقول الظروف ما ساعدتني، الدكتور ما خلاني، الأسرة ما وفرت لي، أبدي أعطي اللوم في الآخرين، بينما والقرار الحقيقي عندي. كثير من الطلاب حقيقة، أنا أتكلم أكثر عن واقعية لأن الطلاب كثير ما نتفاعل معه في هذه الأمور. أذكر في طالب مر علي ورغم نفسه في إدارة الوقت وتنظيم وقت الدراسة، رغم أنه طالب ما شاء الله درجاته جيدة ويعني مستواه جيد، لكن لما جينا نشتغل على موضوع إدارة الوقت، يعني ظهرت عنده كثير من النقاط المتعلقة ب يعني نقدر نقول البيئة، يعني ما متعلقة بذاته، متعلقة بالبيئة. مثلا قضية أنه متى يجي الجامعة، متى يخرج من الجامعة، مرتبطة بأحد أفراد الأسرة. طيب الحين أنا كيف أنظم وقتك، أعيد إدارة وقتك، وأنه هذه النقطة أول نقطة وأهم نقطة ما في يدك معي؟ يعني طالما من نظمنا وقتك، من هنا نبدأ؟
نبدا من اول ما يصحى من النوم الى ما يروح ينام. فنبدا بهذه السلسله كانوا نناقشها كم ساعه من النوم. دكتور راح نناقش طبعا في ذاك الوقت بعض النقاط او نماذج هذه النقطه. فلما قلنا نناقش الموضوع وجدنا كثير اهم نقطه انه متى يجي الجامعه متى يخرج من الجامعه هو ما قادر يضبطها. ليش؟ لانه متعلقه هذه بالاسره. طيب حاول تفتح الموضوع مع الاسره عشان يكون في دعم لك على الاقل عشان نبدا نشغل هذه النقطه. قال يا اخي الاسره كذا والوالد كذا واخوي كذا وما اعرف ايش. قلت طيب والحل؟ طيب استخدم وسيله نقل اخرى يعني مثل التاكسي. قال تاكسي ندفع له يحتاج ندفع له كذا طيب خلينا نشوف اصدقائك ممكن تستعينوا بهم. والله الاصدقاء شوف دكتور انا تعودت اعتمد على نفسي واصدقائي يعني لهم لا انا في الاحد يعني ابغى ابدا يعني وين ابدا معك يعني يعني هو يوقف الحلول. طيب قد اشوف انت تريد تدير افكارك تريد تدير اهدافك تريد تدير وقتك. قال نعم. قلت اتخذ قرار بنفسك. ما انا اتخذ القرار عنك. الحين اداره وقت ايش تعني؟ تعني ان عندك قيمه للوقت وعندك وقت يبدا من وقت وينتهي بساعه معينه. كيف انا اشتغل فيهم وانت البدايه والنهايه ما مضبوطه؟ يعني كيف ممكن اساعدك؟ من وين ابدا يعني؟ فطبعا بعد المناقشة طرحنا بعض الحلول من ضمنها مثلا انه يبدأ بمناقشة الأسرة. ما لازم يطلب منهم يبدأ بمناقشتهم انا اريد انه يكون في دعم في قضية روحة الجامعة وخروج من الجامعة على اثره انا راح ادير بقية الوقت اللي هو متى اذاكر متى اطلع مع الزملاء متى يعني احط للانشطة متى بقية الممارسات. لكنه كثير حقيقة مننا لما نجلس نشتغل معهم تجد انه هو يعطي المشكلة خارج ذاته يعطي المشكله للاخرين يعني يرمي المشكله في الملعب الاخر وما يشتغل على نفسه. وهذا ابسط شيء يكون عندي قرار اتخذه اني ابدا مشواري ومن هين ابدا من المكان المناسب اللي ممكن انا اشتغل عليه. هذه نقطه مهمه. النقطه الثانيه لا تؤجل. تؤجل ايش يعني؟ يعني ما ابدا اليوم ابدا بعد سنه. واقول ابدا بعد سنه متى ابدا؟ ما راح ابدا بعد سنه. فعلا واقعيا هذا. انا اذكر مره من المرات كان عندنا يعني شويه كذا بعض يعني بدايات بعض الشباب نظام الجمعيات اللي نسويها الشباب عشان يعني تكوين مستقبلهم واحلامهم وكذا. وكان عندنا مجموعه من الشباب وكنت انا معهم نتناقش كذا نقنعهم انه يا شباب يعني عشان تبدا الخطوه الاولى على الاقل عندك جمعيه عندك ادخار معين تشتغل عليه. فاذكر في مجموعه من الشباب يعني دخلت وما شاء الله يعني كل الاهداف اللي رسموها وفق هذا الخط معنا وصلنا معهم يعني اما اللي بنى بيت واللي تزوج واللي كذا. في مجموعه من الشباب بقت في النص. نبغى معكم ولا ما نبغى معكم؟ نبغى معكم تعطونا الاول. ما الاول احنا ما معكم. طبعا تعرفوا هذه القضايا كيف تصير. طيب كنت احواري معهم اقول لهم الحين انت مثلا دورك الثالث او الرابع. يعني نقول بعد سنتين او ثلاث. في مقابل دورك ما معروف متى. في مقابل انك ما عندك مجموعه ضامن تعطيك الاول، وين الافضل لك؟ انه يكون عندك خط واضح وعارف انه بعد كذا سنه ممكن انجز. شيء ثاني من هذا اللي ينظم الجمعيه ويعطيك انت الاول. شيء ثالث حياتك ما ممكن تتحقق كلها مره واحده. ما ممكن، يعني واحد اذكر واحد من الاخوان اللي يعني اعترض بشده انا يريد المبلغ مثلا كان ما شاء الله عنده فكره مبلغ وزياده. فقلنا نقسم لك اياه. قال لا انا اريده كله مع بعض، يريد البيت والسياره والزوجه كله في حلم واحد. قلت له هذا من النوادر، هذا اللي عنده فلوس ما يقدر يشتغل بهذه الطريقه. فخليك خطوه خطوه يعني ابدا بتحقيق حلم صغير ثم الحلم الثاني ثم الحلم الثالث. الخلاصه والشاهد في الامر ان الجمعيه خلصت وهذه المجموعه اللي ما وافقت وما دخلت معنا لم تبدا مشوارها. فعليا هذا الكلام اقول الا ما ندهم. لم تبدا مشوارها، ليش؟ ليش ما بدأت مشوارها؟ قرار البداية ما موجود. لم يضعوا يعني أقدامهم على أول سلم. بقوا تايهين. واحد من الزملاء من الشباب قال أنا الشهر الأول ما معكم، ليش؟ قال أنا باشر تليفون. تصوروا أفكار شباب صح ولا ما صح؟ باشر تليفون. طيب والشهر الثاني؟ والشهر الثالث؟ ما شفناه. الناس بنيت وتزوجت وخلصت هو أنا باشر تليفون وتليفونين لأن إيش؟ اتجاهك وين؟ أفكارك وين؟ متى تبدأ؟ نقطة مهمة جدا. طيب يعني من ضمن الأشياء يعني في اتخاذ القرار أنك تحاول أنك تبحث عن الأشخاص اللي ممكن تستعين بهم
وايضا انك تبدا على الفورم تخصص وقت محدد مثل ما قلت لكم تتداخل ايضا قضيه اداره الوقت في بعض الاشياء. طيب اهتم ببناء خبره جيده في المجال. الحين انا اريد اطور مهاره معينه، حاول تكون عندك خبره في هذا المجال. كيف هذه الخبره اكتسبها؟ اقرا اكثر فيه، شوف لك برامج اكثر فيه، ادخل دورات اكثر فيها عشان يكون عندي خبره. لازم ازيد من مهاراتي في اكتساب هذه المعرفه حول هذه المهاره. وبالتالي يعني ما استخدم مثلا اريد اطور مهاره القراءه مثل ما ذكرت سمين، هل فقط استخدم اني اقرا كتاب ام اني اسمع واقرا وامارس اللي قراته؟ نعم، ابحث واسال، ادخل دورات تطوير مهارات القراءه السريعه مثلا، هذه كلها مهارات ممكن، يعني دورات انا ممكن اخذها اطور مهاره معينه، هي وحدها الدوره مهاره واطور مهاره اخرى، ابني مهاره اخرى. هذه نقطه مهمه جدا. الشيء الاخر مهم جدا يكون عندي فهم عميق لهذه المهاره اللي اطورها عشان اعرف ابعادها واني اتجه لها مباشره. وبالتالي كل ما كان عندي فهم كان عندي قدره على ابتكار يعني وسائل اخرى لاكتسابها، طرق اخرى لاكتسابها، معرفه. خاصه اليوم ما شاء الله شبابنا اللهم صل وسلم بس اعطيه التليفون وخلي يسبح في كثير من الاتجاهات اللي موجوده اللي يقدر يستفيد منها. لكن في ايضا اخرين للاسف الشديد يستخدموا خط واحد في اكتساب المعرفه وما شابه، وبالتالي راح تقول متاخر عن كثير من الشباب اللي بدأوا يبحثوا عن افكار اخرى لهذا الاكتساب. طيب استعد لتخوض التجربه، بمعنى عليك ان تكون مستعد انك تمارس جزء منها. مثلا لو قلنا على الشباب اللي بيتكلموا اللغه، اللي بيطور مهاره اللغه مثلا، او مثلا نحن قلنا انه انا عندي اريد اتعلم انا اني اسوق مثلا دراجه هوائيه مثلا، انا اعطيها مثله بسيطه، اذا ما كان عندي استعداد اني اقرب اصلا كيف راح اسوق السياره؟ انا اريد اتعلم اسوق سياره واريد اكون ماهر في هذه النقطه، كيف ممكن يعني راح اتعلم وراح اطور اذا انا ما عندي الاستعداد اني اقرب ولو مره؟ معي؟ اذا انا اريد اتكلم اللغه الانجليزيه بشكل واضح بشكل اكثر طلاقه، اذا انا ما عندي استعداد اقرب اخوض التجربه، اذا رحت مستشفى او اذا رحت السوق او مع الدكتور او الاستاذ المحاضر او حتى مع زميلي، هذا الاستعداد مهم جدا ومحفز جدا انه يكون انا ابدا الخطوه الاولى عشان اكتسب هذه المهاره واتعلمها. احتفظ بمذكره خاصه تتبع اعتقادك، هذا القصد منها انه اذا كانت هذه المهاره تتطلب مراحل معينه فيها انجاز بفتره واخرى، مثل ما قد يطور مهاره القراءه يسجل ايش قرا، كم فصل قرا، الفتره الزمنيه اللي بدا فيها، كم متى بدا الساعه كم وانتهى الساعه كم، كم صفحه تقريبا قرا. طيب قراءته هذه، يعني هذه اشياء بسيطه هو يسجل عشان يقيم نفسه، المجموعه اللي قراها مثل 10 صفحات فهم فيها شيء، نسبه الاستيعاب من القراءه ايش، كم كانت، ايش اهم المعلومات اللي اكتسبها. بالطريقه هذه انت تطور خطوه خطوه، طبعا حسب المهاره اللي انت حاطنها، يعني هل هذه المهاره يعني فيها ابعاد او هذه المهاره فيها اجزاء بحيث ان كل ما اكتسبت جزء تنتقل لجزء اخر. يعني المذكرات تفيدك في يعني نقدر نقول يعني توثيق باختصار في مراحل انجازك، هذا واحد. احيانا المهاره تتطلب اشياء ادوات كذا، فايضا المذكرات تفيدك انك تكون هذه الادوات انت عارفينها مسجلينها تتابعها بين فتره واخرى. ابني ثقتك بنفسك، وهذه النقطة جوهرية حقيقة في اكتساب أي شيء، اكتساب أي شيء. يعني لما الإنسان يريد يخوض أي تجربة أو يتعلم أي علم أو يكون موجود في أي مكان، إذا ما كان عنده ثقة اللي يشتغل على نفسه فيها، يعني بعض الناس لما تقول له إن شاء الله تكون في المكان الفلان يقول أنا ما أقدر حتى، فهنا أنت مثبت لنفسك قبل البداية أصلا. كيف راح تبدأ تكتسب؟ كيف راح تقرب؟ فمهم جدا أن يكون عندك ثقة في نفسك أنك أنت قادر أن تبدأ في البحث عن الأدوات والطرق والسبل لأنك تكسب هذه المهارة وتتعلمها، أي مهارة كانت في الحياة. يعني مثلا قلنا مثلا واحد يريد على سبيل المثال أنه مثلا يتعلم العمل هذه المشغولات الفخارية مثلا، أبسط شيء يعني مثلا عبدالله هذا المثال زين مثلا، وهو ما عنده القدرة يفكر في نفسه، ما يعرف يتعامل مع الطين أصلا كذا، وحاطنها كأنه يعني ذيك العجينة الكتلة الطينية كيف ممكن تتحول إلى هذا، شيء خيالي بالنسبة له،
طيب جرب يا أخي، أعطي نفسك إني يعني أجرب ممكن أتعلم. لما تعطي نفسك هذه الثقة، معنى الإمكانية قابلة للتطبيق. يقول لك إن كل شيء وصل له سير من الناس قادر توصل له إذا اتبعت نفس خطواته وبنفس الآلية، وتبدأ حقيقة من ثقتك بنفسك إنك أنت قادر تتبع نفس الخطوات الآلية. طبعا إذا نسجل التقدم اللي تحرزه عشان هذا يعطيك دافعية وإحساسك بالإنجاز، امتدح جهودك اللي تبذلها في دراستك عشان أو في عملك عشان، يعني هذه النقطة شوية كنا اليوم زعلانين صح؟ ما زعلانين يعني شوية فيها موضوع إيجادة وما إيجادة وبعض الأفكار حولها حقيقة، يعني لما ما يكون عندك تعزيز داخلي، تعزيز لذاتك وتعتمد فقط على التعزيز من الآخرين في اكتساب مهارة معينة أو نقدر نقول مستوى معين أو يعني حتى مسقط دراسة، هنا راح تجد عندك أنك في أي مطب، في أي مطب أو اعتراض من المسؤول أو اعتراض من الآخرين ترجع في انتكاسة غير طبيعية. بعض الناس ما يتقدم إلا إذا حفزه الآخرين، أصلا هو يشوف أنه التقدم قائم على قبول الآخرين، وهذه إشكالية بحد ذاته. فنفترض أن احنا نحاول أنه نحفز أنفسنا، كافئ نفسك يا أخي، كافئ نفسك لما تنجز شيء، كافئ نفسك عشان تحس أنك يعني مرتاح راضي عن الخطوة اللي قدمتها، عن الخطوة اللي أنجزتها. أنت قمت بوظيفتك بعمل معين، طيب كافئ نفسك بيوم راحة، بعشاء في مكان معين، يعني أي كان تحس شيء يشعرك أنت بالراحة والسرور، ويعني نقدر نقول يمثل لك شيء من السعادة على الأقل، بحيث أنك ما تعتمد دائما على التحفيز الخارجي. خصص وقت لتطويرها، ولذلك ندخل في بعض النقاط مثل ما أخذكم متعلق بها. لما أنا أحاول أطور مهارة معينة أو أريد أطور مهارة معينة، مهم أن يكون لهذا المهارة بعد ما حددته وحددت الأهداف وحددت الطريقة، يكون عندي وقت محدد. إذا كنت هذا أتكلم عن مهارة معينة، يكون عندي وقت أعطيها حقها إني أطور هذه المهارة. طيب كم هذا الوقت، كم الوقت تتوقع مناسب عشان أطور مهارتي، مهارة من مهاراتي؟ كيف؟ تحتاج يعني وقت، يعني يومي، أسبوعي، شهري، سنوي، فتحتاج يعني المهارة لا تتطور، تبدأ يعني على المجال بعيدة، في اليوم ما تستأنجز، في الشهر أرى بعد ذلك، بعد سنة ما تأنجز. فتحتاج مراحل، يعني ما بين يوم وليلة تتطور. ممتاز، جزاك الله خير. ممتاز، جزاك الله خير. إيش رأيكم؟ استمرارية. يعني هو جزاه الله خير ممكن لخص الفكرة، وهو قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني بمعنى أن لو أحط لاكتساب أي مهارة وقت معين ولو كان قصير، لكن بشكل مستمر وفي ديمومة، كان أقدر أن تكون مهارة إيش سهل في اكتسابها، أو شيء سهل في اكتسابها لأنه تأخذ وقت، وسهل في ثباتها لأن أنت كل ما اشتغلت عليها وبشكل دائم تحصلك إيش تتطور تتطور وتراجع اللي قبل، تتطور تتطور وتراجع اللي قبل. إذن من الأشياء يقول لكم لو استثمرنا 15 دقيقة كل يوم، يعني استثمار 13 يوم في العام، ولو استثمرنا 30 دقيقة كل يوم كان استثمرنا 26 يوم في العام، بمعنى تقريبا قرابة شهر. هذا مثال بسيط. لو أنا بغيت أكتسب مهارة أو أطور مهارة معينة أي كانت هذه المهارة، أعطيها جزء من وقتي، وقد يكون هذا الوقت يومي أنت اللي تقدر، وقد يكون هذا الوقت أسبوعي حسب المهارة اللي باغا تكتسبها وحسب الظروف اللي عندك. لكن بعدنا نقول قرار أتخذه أني أبدأ وقت أعطيها من وقتي، غاية وهدف واضح، المهارة محددة بين قوسين اللي أنا باغنها، فيها أهداف أقدر أقيس مدى تقدمي في إنجازها. وبالتالي لو خصصت يمكن 5 دقائق في بعض المهارات حتى بس بشكل يومي، أو نقدر نقول نصف ساعة بشكل يوم، شوف عدت المقدار التقدم. عطوني مهارة اللي ممكن اكتسبها بهذا الطريق، يعني خلي على بالكم أي مهارة الحين ممكن استخدم هذا الاستراتيجية معها.
الكتابة، يعني ممكن أطور مهارة الكتابة، ممتاز. غير شيء غير العلم، يعني شيء غير عن العلم، القراءة وكذا. ها؟ حفظ القرآن يا رمضان، زين حلو. غيره غير غير العلم، يعني غير عن نقول مشاكل متعلقة بالعلم تحديدا. ممارسة الرياضة ممكن، ممارسة رياضة معينة قصدك، نكسب مهارة في رياضة معينة. جميل. غيره؟ ممتاز. هي الفكرة مهارة إدارة المشاريع تحتاج مني أولاً أحدد الهدف، أعطيه فترة زمنية واضحة، أبدأ أقرر وأبدأ، ثم إيش؟ وأيضاً ضمنه أني يكون عندي وقت محدد بشكل يومي، سواء للبحث واكتساب وبعدين التطبيق، وأيضاً هذا التطبيق ما يشغل بقية يومياتي. إذا كانت تمشي في خطة واحدة متكاملة راح نجي بعدين نحدد المسار. هذه مهمة جدا. طيب، أيضا تغلب على سلوكياتك السلبية، وهذه النقطة جدا 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 مهمة حقيقة. لما يكون عندي أنا أفكار، لأن أنا ذكرت أول نقطة إدارة الأفكار حقيقة، لذلك أنا يعني إحنا كثير من الطلاب أو حتى اللي يعني غير الموظفين، أنا اشتغلت مع كثير من الحالات اللي متعلقة سواء بإدارة الذات، يعني في المشكلات الشخصية أو في مشكلات الوقت وإدارة الوقت، أو في المشكلات الدافعية، أو في المشكلات المتعلقة بالتفاعل مع الآخرين. كثير من الأشياء اللي تعطل أو تعطلنا حقيقة السلبية، السلبية في التفكير. ما في يعني كل شيء عنده، حتى الشيء الإيجابي لما تقوله والله هذا بعكس فكرة محفزة وكذا، قال صبر صبر ما تستعجل شوية بتلقاها. زي خلينا نفرح شويه، خلينا نفرح شويه، نحس انه ممكن نبدا خطوه. فبعض الناس فعلا ما تؤرقهم هذه النقطه السلبيه متقدمه في حياتهم في كثير من ممارساتهم، لذلك تحصل عندهم ضغط عالي، يعني ضغط عالي، اي شيء تحصله خلاص ما يتحمل تفاعله مع الاخرين، اي مشكله قطع العلاقات، ما عنده مجال انه يتفاعل بطريقه اخرى يتقبل الاخرين. لذلك التفكير السلبي والتفكير هو عائق لتطوير المهارات، لانه ايش راح تخليك تنظر للعالم في حاله من الحالات. مرت علي يقول لي طيب وبعدين، يعني هو باغي يسوي الشيء لكن هذا السولاويه يقنع، طيب وبعدين ما اعرف وبعدين، يعني هو يشوف انه ايش انه بعد ما يوصل هنا اروح. فهمت علي؟ فمهم جدا انه يكون عندك تفاؤليه يا اخي، خلي عندك فكر ايجابي من الشيء اللي قاعد تسويه. ليش انت قاعد تتعلم؟ ليش قاعد تدرس؟ طبعا هذا 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 الشخص اللي عنده ربما افكار ضاغطه، هذا وحده، غير عن الطالب او الشخص اللي عنده ربما مشكله نفسيه. هذا عاد نقول الذي يحتاج له غير، نحن يعني ناس كباريه شويه يشتغلوا معه، لكن حنتكلم عن الناس اللي قادرين نتفاعل معهم. اثنين، لا تهدر وقتك في التركيز على الكاس الفارغ او الجزء الفارغ من الكاس، بمعنى انه انت احيانا تنظر الى نفسك انه انا والله اريد نتعلم حاجه، والانسان ينظر دائما ايش ايش مشكلتنا، احنا ننظر النقص اللي موجود عندنا، صح؟ ما ننظر ان انا ممكن ابدا باللي موجود عندي وابدا اطور واوصل هناك. لا، دائما اقول انا ما عندي السياره تخليني اروح اخذ دوره، انا ما عندي الماده اللي تخليني اشترك في برنامج، انا ما عندي الوقت اللي يخليني يعني اخصص مثلا نقول ساعه في اليوم اقرا في الموضوع. ينظر الجهه اللي هو ايش سالبه عنده، لكنه خلينا طبعا ويش ويقارنها بالاخرين. لما نقول ما شاء الله فلان زميلك عقب، هو فلان والله ابوه اللهم صل وسلم يعني سخي ويصرف عليه، فلان عنده سياره يتحرك بها بكل بساطه، فلان اصلا ما عنده شغل. احيانا اخواني لما اوجه لهم بعض الاشياء واقول لهم يا اخي ليش ما تهتموا بالشيء، مثلا يعني انتم ما شاء الله عندكم مساحه في البيت، ليش ما تزرعوا حاجه؟ انت يعني ما متشيقين ليش؟ زين وانا هذا بس كما تقول والله انت فاضي ترجع من الدوام الساعه الفلانيه وفاضي، يعني ما بس انهم ما يسوي حاجه، بعد يوم غيرهم بعد يعقوا يعقوا الذمه في الاخر، يعني حتى عن لا تكلمني. زين طيب كيف باغي تكتب؟ يعني كيف باغي اتغير؟ يعني انت عاد منك اللي عندي، لكن ما تبغى تقوم، ما تبغى تشتغل كناي، كيف اغيرك انا يعني؟ كيف تبغى تغير؟ لازم يكون عندك شيء. لا عليك بس. واتلحق علي، اتلحق على شيء. طيب؟ احرص على ابعاد الافكار السلبيه وانتقالات تدمرك. وهنا نقطه مهمه حقيقه في النقد، شيء عندنا اسمه التفكير الايجابي، عفوا التفكير المنطقي.
وايضا يدخل في الايجابيه. مختصر المختصر فيه، كثير من الاشخاص لما يبدا يشتغل على نفسه في اي مهاره مهارات حياته ويجي حياته، يعني مثلا نقول انا الحين بغى اطور عندي مهاره الكتابه، مثلا كتابه مقال، كتابه كذا شيء، او الرسم، زين، وكتبت فرحان ورحت اعطيه سيدنا الناس ايش رايك اللي كتبته، وذا كتابة صايرين الله يهديه، مو الانطباع مو الانطباع بالشغل، شجعوني قالوا روح ضغط علي، بدا ايش؟ بدا يلقى نفسه يفكر. لذلك احنا نقول في التفكير المنطقي انه ما يعبر بالاخرين عنك ليس بالضرورة هو الحقيقة، وإنما هو إيش؟ مفيد نظرهم أبو الله. وهذا حقيقة كثيرا من الطلاب، وأنا لا أذكر الطلاب لأنهم يعني زوارنا في هذا النقطة، إنه أمام أي مطب من زميل أو دكتور أو أبو، أحيانا بعض حتى من آبائهم أسرتهم، يكي خلاص مكسور مكسور، بالضبط بالضبط. لذلك خلينا نحاول لما كيف نتعامل معهم، نحرك هذا بس، نعيد تدوير الأفكار اللي موجودة عندهم، ونعيد توجيه تفكيرهم اتجاه الموقف اللي صار، ونحاول نفصل الموقف عن الشخص اللي بدر من الموقف. في أحد طلابي كان أذكر ويعني زارني، وكان جاي كان محبط محبط لدرجة يعني يبكي، وكان استغرب يعني ما له الدرجة يعني صار، لكن بمعنى فعلا يعيش حالة في النهاية بعد الحوار وبعد المناقشة، شايف انه هو على خلاف مع أخوه الأكبر منه في توجيه معين، وأنه أخوه قال له أنت كذا كذا، يعني كلمة عمانية شوية كذا، فحبط ومعقول أنا كذا، وإذا كنت أنا كذا كيف عبدرس، وأنا أستاهل ما أستاهل، وبدأ يكون يعني جملة من الأفكار نتيجة هذه السلبية والفكرة اللي هو تقمصها منه. طيب بعد طبعا ما سمعت له فرغنا فعاليا وناقشنا وكذا وكذا، هدا بدينا نناقش بدينا نناقش أولا إيش رأيك في الشخص نفسه بغض النظر عن كلامه، يعني هذا الأخ اللي أنت بدر من الكلام، إيش يتوقع؟ يكرهك؟ يحبك؟ إيش أمره معك؟ لا أنا عايش يحضرني ويحبني كذا. طيب انت ايش شعورك حاله؟ بدي نفرغ نشوف نفصل. طيب لو هذا الكلام قايل لك حد غيره، طيب لما الانسان يصدر له شخص يحبه هذا التعليق، هل هي إهانة؟ هل هو يقصد إهانته؟ ولا هو في شعور داخلي ما عارف كيف يعبر عنه؟ وصلنا انه الاخ هذا عبر بهذه الطريقة لأن أسلوبه في التعبير هذا البسيط، لكنه هناك إيش وراء هذا التعبير؟ وصل إنه هو خوف، هذا الأخ خايف على أخوه، فهذا التعبير هذا الكلمة اللي عبر فيها هذا طلعت عنده يعني، لكن إيش اللي حرك هذا الفعل عنده؟ طلع خوف معين. لما نبدأ نفهم إنه الكلام أو التعليقات اللي تجي من الآخرين ليست بالضرورة هي نقد حقيقي، وإنما هذا أسلوبه كيف يتكلم، لكن الرسالة من خلفها ويش اللي يريد يوصلنا إياها، أسلوب التفكير مختلف. لذلك فيما يخص النقد والتذمر يعني من أفكار الآخرين أو من تعليقات الآخرين، دائما أقول الكلام الآخرين لا يمثل الحقيقة عنك، الحقيقة أنت تعرفها، لكن أيضا لا يمثل لا يعني إهمالها، فهي قد تكون رسالة أستشفها أراجع نفسي، عندي خطأ، عندي اسلوب معين، عندي شيء يحتاج ان اعيد اشتغل عليه في نفسي، مثلا انا يعني في شيء سويته ظهرت الصوره امامه بهذا يعني ظهر صورته امامه بهذا التقدير، فبالتالي هنا لما يكون عندك ايجابيه تجاه نفسك وتستفيد من نقد الاخرين، نصل النقطه الثالثه وهي الاستفاده من النقد البناء، يجعلك دائما ايش تبني الحجاره تسقط عليك من الاخرين، يسيبها الحجارة تصبر عن الآخرين، أبني بها سلم، أبني بها طريقي وعبد بها طريقي أنا وأستفيد منها. أستاذ نعم عندي سؤال. فضل زين توقفونا شبار تحت دكتور كملت سؤال زين شاء الله. في بعض الناس يعطونا نقد نوعا ما جارح وبعدين يقولوا أنا قلت كذاك عشان مصلحتك. حلو، كيف أنا
رفض هذا الكلام حتى لو كان يعني أخذ بسلبية لأنه كان واجب قارب، فكيف أتقبل فكرة أنهم يفكروه بمصلحتي؟ ايش رايكم في كلامه؟ هل عنده تعليق؟ اصحاب الخبره ترى انا صح اتحدث لك، انت اتوقع خبرتكم اكثر مني. الله يعزك. هل عنده شيء؟ هل عنده تعليق عليه قبل ما اعلق؟ يعتمد على صله القرار استاذ، يعني من قال له مو الجهه يعني الجارحه الوقتيه. يعني مثلا احيانا انا كأم اوجه ابني يمكن استخدم مثلا كلمه قاسيه وكذا. بس على اساس يعني يمكن انا اكون منفعله في ذاك الوقت بسبب الخطا اللي شفته او من زود خوفي عليه. ربما كذا، ولكن لما ارجع اهدى اقول ممكن اجزاء ماديه. نعم اقول ممكن اجزاء ماديه، نعال او عصب يتم استخدامها. يعني كيف يعني؟ كيف ما فهمت؟ اقول توصيل المعلومه يعني. طيب جزاك الله خير استاذ مشارك. طيب نفس كلامها يعتمد على درجه ما بعد ما القرابه، بس احيانا يكون صديق حتى، يعني احيانا يكون استاذ الماده، يعني قد يقسو علي في الكلام لكن هو يريد مصلحتي. لكن أنا كشخص كيف أفهم هذا الكلام؟ أنا دائما أقول لأي حد يسأل هذا السؤال تحديدا، أقول لازم تفهم الرسالة. أعطيك مثال. أنا نايم في البيت، نايم أذن الفجر، الوالد راح يصلي وأنا نايم، رجع الوالد من الصلاة حصلني نايم، إيش يتوقع يسوي؟ كل شيء يعني. أنت طبيعة الوالد صح؟ يعني ممكن يضرب، ممكن يصرخ، ممكن يتكلم، ممكن يسب، ممكن يهدد. مو يجيك عاد. ويمكن يسحبوك سحب. وتراب يقول لك يمكن واحدة ما رسلنا عليه. طيب. الحين هذا السلوك بالنسبة للنايم مؤذي. صح؟ طيب. اللي فاعل وليكن أخ وليكن أم وليكن أب. مو الغرض. ما اختصر مفيد. هو إنسان ما يتمنى لهذا الشخص الذي أمامه أن يكون في النار، خوفه. طيب الحين أنا كشخص مهيوس، يعني كيف أنظر لهذا الشخص؟ قاسي. ليش نظرت له قاسي؟ لأنه ضربني. لا، ركزت على السلوك اللي ظهر أمامي بس ما ركزت على الهدف من وراء السلوك. لذلك باختصار مفيد، الاسلوب القاسي وأي درجته لا تركزي عليه، هو ركزي على الرسالة اللي وراه عشان تعرفي فعلا الشخص هذا جالس يقدم لي هدية ولو فعلا جالس يغلط علي وبعدين جالس يبرر. الآباء والأمهات يعتبروها مصلحة بس الأبناء المشكلة يعتبروها أنت قاسي، ترى هني المشكلة. نتعامل مع يعني مثلا كمراهقين بنين. طيب يعني بنخرج شوية عن موضوعنا لكنه أجاوبك على النقطة، لكن أول شيء أختي فهمتي؟ إذا أنا أدعوك إنه أي إن كان، وليكن الدكتور أستاذ المادة أحيانا يقصو في الاختبار، يقصو في كلماته يعلق على طلابه، أخوك أحيانا يقصى عليك، زميلتك أحيانا تقصى عليك، خالتك، أي إن كان، الرسالة من وراء هذا القسوة وإيش؟ النتيجة اللي أنت لو استفدت من كلامها وقمت بعملية التغيير، إيه ما توصلي؟ لو عاندتيها وما عانالش هذا الكلام يضرب يرفس ويسوي أنا اليوم راقد ترى هذا موجود، ردة فعل موجودة، هنا النتيجة راح توصلني. أنا لما أجلس حاسب نفسي وأفكر وبقول هذا الكلام صح، طيب عاد هنا شيء آخر، الأسلوب خطأ، الأسلوب غير مناسب، حمو يضربني كذاك، ليش ما قال لو سمحت؟ ليش ما جاء وجاب فوطة وخلاها باردة وامسح العين؟ هذا سامح قد. فالإنسان هو وقت الحدث مو يبغى كيف سواله، يعني بكل نعومة، ما موجود في واقعية، ما موجود، ما قلش نحاول نسوي كذا. لو تحاول أنت يعني تستخدم طرق في البداية. أنا أتكلم، أنا ولادي صغار يعني بعدهم، والحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثباتهم، اروح واشيل ذاك البرنوس واحضن وانهض واروح لدور المياه، ها سبح، ها توضى، ها بروح نصلي، واروح اتوضى وارجع لها فلان خلاص ما خلص. طيب هذه الطاقه لماذا اتحملها؟ اتحملها لفتره معينه، اذا ما استجاب انا محضر. يعني ما مشكله في الاطفال، مشكله في الكبار.
لما يكونوا كبار. ترى هو ويكون كبار نبدأ معهم أطفال. في هذه الفكرة لما نبدأ معهم أطفال نرتاح شوي. لا أعني على القطعية لأن أحيانا تصير كذا شو بعد شوي ما يوصل مرحلة معينة شوي فيديو طبعا نتيجة إيش تفاعلات الخارجية والمنتجات وواحد عنده بعض الأشياء التغير في الفسيولوجية عندهم كلها مؤثرات هذه تمام. ما عاد نسيت تعليقك. يعني الآباء والأمهات يعتبروها هذه مصلحة بس هم كأبناء يعتبروها إنك أنت قاسي. ممتاز. هذه النقطة أنا تعليق حالها بسيط وأعتبر نفسي أب مثلك وأيضا أعتبر نفسي ابن في مرحلة معينة. هنا كيف أنا كأب لما أعرف وهذه ضرورة الوعي أيضا كأب ضرورة يكون وعي لما أعرف إنه هذا الأسلوب ما راح يوصلني للنتيجة اللي باغيها ايش استخدمه بغض النظر لين او شده. انا الحين جيت حولدي في مرحلة التعش من 11 الى 19 وهزأته على موضوع الصلاة وانا عندي ادراك على مرور الوقت ان كل ما شديت كل ما عانت وانا الحقيقة احد الزملاء وصل لي كذا وصل لي انه يقول ولدي ما صرت قادر ورفع على صلاة الفجر وولده الناس وصفه ولده بقمة الاحترام وهذا نقطة انتبهوا ناس وصفه ولده بالاحترام والاهتمام وما شاء الله من حفظة القرآن وهو يقول ما قادر احتاج إلى المسجد ما قادر أخليه لذلك مرة من كثر الغضب عليه عنده لابتوب كسروا له لابتوب قلت له ما شاء الله عليه قال والله قلت له من هو يدفعه من هو مشترنا ذاك اللابتوب انت صح ولا ما صح ولو يبغى لابتوب ولا من يشتريه انت وعطيته هدية حلوة وهل نجحت هل نجحت بهذا الاسلوب نجحت شليت المسجد راح معك المسجد قال ما يهون علي اشوف ولدي في البيت طيب اسلوب استخدمته مره مرتين ما نفع ايش يعني يعني ما نافع هذا الاسلوب ما نافع ما يجب ان يغيره طيب ايش الحل ايش الحلول يعني مناسبه ابسط شيء انا اعطيكم هذه يعني اختار الوقت اللي تكون انت ويا عسل تعرف يعني عسل كنت يا حلوين سولفوا مرتاحين قاسين تشقوا طريق المستقبل وانت مهندس وانت انجازك وانت كذا وانت كذا يعني حس ان ابو قاس يعطي استراك شوي الصباح والله تعورني في وادي خلي يخجل انه حولك وادي قرب الطريق والله تكلم قرب الطريق حتى الاطفال لما تناقشهم في شيء وتحسهم كذا حلوين معك بعد شوية قلهم يعني إذا ما بتقولها مباشرة قم لكن في أولاد أحيانا يزعلوا ماما ولا بابا ليش لأنهم يقولهم نهضوا ولا ما يقولهم نهضوا عاد فلان رأصهم ما يسمع هو موجود يسمع فالأم والأب أنا أقول الأم والأب يضايق ولا أنا من هذه أولاد ولا ما يردوا عليهم فأنت تعطيه رسالة أحيانا نصل لمرحلة الاتفاق لما عندنا كل ما نفع اتفاق فلان ترى هذه وصلت حدي الصلاة فرض هذا بكل حلوين يوم ما تنهر موت ما أسوي بس طبعا يكون بخير في الليل وفي العصرية ما يقول ما تورقني مستحيل بالعكس أنا ما أنهر أول واحد لك عدم يعني أنا مسقي طيب ما أسوي لك عشان ما تزعل مني وعشان أنا ما أزعل لأن أخليك وروح أصلي هيقول لا ولا أتوقع يقول هي لا ما يعجب بعد ما أعتقد يقول هي هيقول لا مستحيل لكن هناك بليس لك الحين فهنا ايش اعمل نقاط اتفاق انا وياك كعقود شيء ثاني انا 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 الكبير انا الواعي انا العاقل انا اللي عندي المهارات والاساليب انا واعي اذا وجدت ان هذه المهاره فعلا ما وصلتني لشيء اغير مهارتي اغير ادواتي اغير وسائل التعامل معها تمام حد عندك تفضل سالم بالنسبه لهذا الاسلوب اللي هم ما يعجبهم يعني ممكن بعد ما يبدا من هذا الاسلوب بعدين اوضح لهم انتوا اللي وصلتوا اني انا مثلا كذا كذا اني اوصل لهذا الاسلوب اعتذار متاخر ايوه لكن يعني مثلا على اساس انه ما يتكرر طيب. انت مثلا ما حبيته على اساس انه ما يتكرر المره الجايه فما يعني يوصل مثلا الموضوع انه يوصل مثلا ان انت شيء ما يعجبك اسلوب معين هذه نقطه النقطه الثانيه بعض الاحيان هم يطلبوا اشياء معينه اوكي انت جيت تطلب حاجه محتاجينها او مثلا هم يحبوا شيء ممكن مثل ما تقول تبعد عن الشيء اللي هو يحبه بالمقابل لأنك أنت دائما ما تسوي كذا إذا أنت باغي يعني كذا تسوي فبالتالي ما تجي تطلب مني بعدين تقنية التعزيز والعقاب أيوة هذا أنا أحسها بالنسبة لي يعني
هي 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 هي, هي كأساليب التعامل مع الأبناء كثيرة متعددة. وبعدين بينها يعتمد دكتور على شخصية الأطفال. يعني مثلاً عندي أولاد اثنين في الكلية، فكل واحد شخصية مختلفة. مثلاً تو شباب وطلعوا بسياراتهم وكذا، فبالتالي يعني عارفة إيش اللي ممكن يخليه إنه يلتزم مثلاً بوقت خروجه، بوقت الأشياء اللي هم مثلاً مرتبطين مع أصدقائهم. أوكي يعني أنت باغى تروح مع صديقك في هذا الوقت، متى الوقت يرجع متى كذا، إذا بالتالي أنت كذا كذا المرة الجاية إذا أنت تخاف مثلاً جزاك الله خير. هو يعني خلاصة أقول ما تذكرين هي سياسة الحوار حقيقة. سياسة الحوار مع الأبناء مهمة جدا جدا جدا، لأنها تفتح لي أنا حتى. إحنا لما نتحاور مع أبنائنا في قضية أي شيء يريدوه راح يكون توجيه أحادي، بمعنى أنا أريكم ما أرى وسلوككم راح يكون مثل ما أنا أريد. واقعيا الاتجاه الآخر عندهم هم عكسه تماما. لما يكون في عندي سياسة حوار مع الأبناء في كل شيء، يعني أنا أقول حتى في إدارة البيت والمدرسة والجامعة والخروج والأهداف والأحلام، ويكون بين وياهم حوار، نستطيع أن نصل لهذا المقدار. فعلا إنه أخوين ربما توأم حتى، لكن لكل واحد أسلوب مناسب في التفاعل وأسلوب مناسب في الاتفاق من أجل إنجاز الأهداف أو مهارات أو القيام بمهامه أو أعماله وإلى آخر من الممارسات الأسرية المعتادين عليها. فأنا هذا وحدها يحتاج لها أسلوب الحوار، وحدها يحتاج له الحوار داخل الأسرة، وحدها يحتاج لها فعلا يعني ربما جلسات في الحوار عنها. لكن كلامك فعليا ممتاز جدا، أن الإنسان يحاول من منطلق الشخصية المستقلة، يعني ما أدمجها مع الشخصية الأخرى في الأسرة، ولكن أيضا يكون بين اتفاقيات معينة عشان نقدر ننفذ. لكن أحيانا يكون في مرحلة مبكرة، يعني ممكن الأستاذة ذكرت في مراحل مبكرة، يعني صغير ممكن جدا ويرهقني كذا. لكن أنا أقول حتى الصغار بعدنا أقول أيضا حاوروهم وبالأمثلة بالقصص والنماذج بإذن الله تعالى تصلوا إلى ما تريدون. طيب عشان الوقت أيضا ما يدركنا، موضوع المخططات أو رسم مخططات لمسار في تطوير. يعني ما أنا عندي مهارة، هذه مختصرة مفيد، أنا عندي مهارة أريد أطورها وذكرناها قبل شوية، وحطيت لي هدف هناك أنا أريد أوصله، وحطيت وقت أنا كم أقدر أكتسبه. الحين لما أنا أحط مسار لإنجاز هذا الهدف، أنا أشوف النهاية قبل البداية، ولما أشوف النهاية قبل البداية أشوف المطبات يعني المسار اللي أنا راح أواجهه. طيب لما أنا أشوف المطبات اللي راح أواجهه في طريق لهذا المهمة، إيش راح يكون عندي؟ أنا حماس عندي ورايح، بس مطبات أشوف في الطريق وأنا رايح لاتجاه الهدف، إيش راح يكون عندي؟ جاهزين، راح يكون عندي وعي واستعداد للخطوات القادمة. وهذه نقطة مهمة. يعني مثلاً الطلاب إحنا نقولهم أنت باغي تحقق هدف تجيب معدل 3 أو 3.5، أنت شايفين الثلاثة هناك موجودة قال طيب، وأنت موجود هنا قال طيب. طيب عارف إن هناك في الأسبوع السابع يكون عندي اختبار، والأسبوع 11 يكون عندي تجربة أو مشروع أسلمه. طيب قال زين، الحين أنا عارف المطبات الموجودة المطلوبة مني، هل أنا مستعد لكل مرحلة بمرحلتها؟ أحيانا ذيك المهمة الأخيرة اللي هي المشروع أبدأ بها من اليوم، 5 دقائق 5 دقائق ساعة نص ساعة، عشان لما أصل الأسبوع 11 سلمت أنا مرتاح. فلما يكون الهدف أمامي وأشوف المطبات أكون مستعد لتجاوز هذه المطبات. على سبيل المثال أنا عارف الحين أنا جاي من مركز الإرشاد الطلابي، وعارف إن من مركز الإرشاد الطلابي إلى كلية الآداب أمر على دوارين، والدوارين فيهن زحمة مطبين أعرفهم. الحين هل أنا أطلع من وعندي محاضرة على الساعة 11 هنا، هل أنا أطلع من هناك على 11:05؟ يفترض أطلع أقل شيء حسب عمري ربع ساعة احتياطية. ليش؟ لأن أنا عارف المطبات الموجودة أمامي عشان أصل الطريق اللي أنا باغيه. بعد إضافة دكتور، لازم يكون الشخص عنده مرونة. نعم. الموضوع هذا لأن ممكن أي شيء يحدث لازم. جدا جدا. هو لما تعرف المسار وتعرف الهدف وتعرف المطبات يكون عندك استعداد، وهنا الاستعداد هذا من ضمن الاستعداد للمرونة. ليش؟ لأن إحنا الخطة ألف والخطة باء. أنت رحت في الطريق وكان عندك استعداد تستخدم هذا الأسلوب أو هذه الطريقة أو هذه المهارة عشان تتجاوز هذا المطب، وما نفع. هل أرجع لنقطة الصفر؟ لا، يمكن في طريق يمين، يمكن أرجع خطوة للخلف وأعزز الطاقة وأتجاوز. هذه نقطة المرونة المهمة في التخطيط دائما، هي المرونة تجي بعدين.
بعد الجاهز في التنفيذ، لما اجي انفذ احط بدائل عشان اعرف اني من خلال هذه البدائل ممكن اتجاوز. احيانا حتى في قبول الاشياء، يعني مثلا انا معطل بنخطط انا وياهم على موضوع التخصصات، اختيار التخصصات، يكون طالب حاط هذاك التخصص، اقول شوف يبين الهدف واضح عندك، لكن لازم يكون عندك مرونه في القبول، لازم تحط اهداف بديله، واحد اثنين او تخصصات بديله، بمعنى انا قابل الهدف الاول اقبل الهدف الثاني اقبل الهدف الثالث. طيب الطلاب اللي يقول لك لا هناك او لا، ايش اللي يصير؟ اول ما يوصل شاد حيله بذل مجهوده ما مقصر، بس الله صلى الله عليه وسلم في زملاء عندهم منافسين اختار ذاك التخصص، يرجع هذا ما تخصصي انا اصلا مختار، انا اصلا متقبل منه. طيب بعدين بعدين لما يكون عندك مرونه في قبول الاشياء ومرونه اختيار بدائل وتوليد بدائل تواجه صعوبه كل ما طبقت حياتك. طلاب كثيرين يجوا عندنا او يعني النقاط الفيصليه ما لهم انه هو يريد كليه معينه والله سبحانه وتعالى ما كتب له. اذكر في طالب مر علي اربع تجارب يخوضها من اجل يصل الى كليه معينه والله ما وفقه. قالوا بعدين انا اكثر من يعني مثلا في مثلا المره الاولى مقبول في الكليه لكن المنافسه ماله توزيع في القبول الموحد ما جاء عنده في الكليه، فدخل في كليه ثانيه شد حيله وقدم النظام اللي احنا اخر الفصل عشان يحول الكليه. لما جاء حول الكليه اختبارات الكليه ما نجح فيها، قبل نجح فيها لكن توزيع ما جاءت هناك. المره الثانيه ما نجح في اختبارات الكليه. طيب الحل نخوض المره الثالثه، جميل وحلو انك عندك رغبه ومبادر. المره الثالثه المنافسين الكليه مثلا تقبل خمسه هو بالثاني ما وصل ناجح في الاختبارات. ده شو جميل عندك هدف واضح، هذا حلو ممتاز، جميل عندك هدف واضح، جميل ان عندك اكثر من تجربه ممتاز مثابره، لكن المرونه في اختيار البدائل او في الرضا بالبدائل مطلوب. طيب يمكن هذا ما خير حالك، ايش دراك انه هذا المكان مناسب حالك؟ انت متحمس الان صح، لكن لازم يكون عندك بدائل ترضى فيها عشان تقدر تتاقلم مع الدراسه في قادم الوقت. والحمد لله يعني بعد ما نبدا احنا دائما نحاول نشتغل على اداره الافكار وعمليه انه الانسان هو يعرف، لكن لما يكون هو متسكر امامه ما يرى الا رؤيه واحده. احنا عايز نحاول ايش دورنا؟ نحاول نفتح للرؤى، نفتح المسارات ونخلي يعيد التفكير في الموضوع. ما تتخذ قرار الحين، ما اغير رايك، اطلب منك بس بعد ما ناقشنا ناقش نفسك عشان تشوف. وهنا النهايه احيانا نقول له اختار تخصصات بديله قريبه، يعني مثلا لو واحد باغ يروح الطب وراح العلوم مثلا اختار في العلوم كليه العلوم هذه اختار التخصصات لها علاقه بالاحياء اكثر، اللي ممكن في المختبرات او اي كان يعني في العلوم. حلو قلت برا واحد قد يروح تمريض قال لا ايش تمريض دكتور الله يهديك من طب لتمريض، يعني انت تحط لك نفسك خط واحد سبحان الله. شيء ثاني قال روح طب، هل ضامن الطب راح تواصل في نفس القدرات؟ ما تضمن نفسك. هذه الاشياء الانسان يعني مقدره له مع سعينا للجهود وتاكيد انه يبذل مجهود وانه يحط له هدف ويشتغل على الهدف، لكن ايضا يجب ان تؤمن بانه ما كل الفرص هي متاحه بنفس القوه. ناخذ بالاسباب ومثل ما ذكرت المرونه في انه اذا ما هنا ممكن هنا واذا ما هنا ممكن هنا، الله سبحانه وتعالى يوفق باذن الله تعالى. طيب هذا شرحناه ووضحناها. طيب تحدى نفسك في الفتره الاخرى، وهذه هنا وصلنا هذه النقطه وصلنا انك انت الحمد لله اكتسبت المهاره وصار عندك يعني اتبعت الاسباب اللي ذكرناها سابقا وصار عندك المهاره ولله الحمد. نقول لك هل نقف بعد ما الحمد لله تمكنت من المهاره للدرجه اللي بغاها؟ هل تقف؟ ما تقف. على سبيل المثال أصير من الناس ساعة يدرس اللغة الإنجليزية كما حالاتي أنا، إنزين وصلوا الحمد لله شوية أجادها، من أجادها فرح قال خلاص طبعا يتعارف منها، جي بعد شهرين كلمة ما يتذكر. إيش اللي صار؟ هو وقف عند في طالب أذكر الله يذكره بالخير، نفس الشيء كنا أنا وياه نشرع قضية اكتساب مهارات التعامل مع الآخرين ويعني كسر رحمة الوقوف مثل هذا المشهد أو التفاعل مع الناس. وصلنا تقريبا بعد 6 جلسات 7 جلسات انه يستطيع انه يكلم الاخرين،
يستطيع أن يسلم، يتفاعل، يقيم، يبدأ هو نقاش وكذا. طبعاً بعد ما وصل هذا المرحلة فرح، كان نقطة صفر منقيم، كل مرحلة نقيم، كل مرحلة نقيم، فرح إن الحمد لله صرت أقدر أكلم الناس، أقدر أوقف، أقدر كل شيء. بعدين راح هي راح انطلق بالدنيا وراح في الحياة وطالع ويدرس كل شيء. جاء تقريباً بعد فصل زعلان بشكل ما تصور يعني. خير فلان سلامات، ما أعرف إيش أقول، ما أعرف إيش أقول لك ند زي ما الهدي شوي شوي نويا كذا سلامات إيش اللي صار معك ولا؟ قال دكتور تصور، تصور نفرين شخصين، عفواً شخصين، وأنا حسيت دقات قلبي أتفلت مني بس جالس أقول لهم أسأل سؤال. صلى على النبي يعني سبحان الله مهيبين الشخصين ذلك، يمكن مهمين، يمكن حاول أضرد عليه شوية. قال بعد ما كنت وكنت وكنت وكنت، قال طيب كان خير ان شاء الله، يحدث عندنا تراجع احيانا في بعض المهارات، في بعض الاشياء اللي اكتسبناها. ها طيب ايش؟ ايوه لا لا انا اساله ايش اللي صار عندك؟ الحين وصلنا عند ذيك النقطه، ايش اللي صار؟ ما كنا واصلين نسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا ونسوي. قال ايوه. قلت له زين وبعدين؟ قال خلاص طيب دكتور وصلت. وبعدين؟ قال بعدين خلاص وقفت. يعني بعدين صار ما يمارس المهارات اللي احنا مثلا نقول ارفع عينك فوق، شوف الناس، سلم بكون في مكان، تفاعل مع ابن مجموعه، ابدا انت، وخلاص وصل مرحله وقف، صار ما يمارس هذه المهاره. من كم ما تمارس هذه المهاره؟ قال يعني دكتور من ذيك الايام اخر جلسه معك والحمد لله شفت عمرك ما تجي تحجز موعد، وخلاص امور طيبه. طيب وش اللي صار عندك؟ ذبلت المهاره كما اكتسبتها وبدات تدريجيا ترجع 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 ترجع، وربما موقف موقفين يمين ويسار ادت لانك انت تبدا تتراجع اكثر واكثر، وصلت لهذه المرحلة. قال دكتور يعني إذا متى أظل كذاك؟ إذا متى أظل لازم أشتغل عليها؟ قلت له لازم تحيه. أنت ما باغي تثبت، ما باغي تتطور، ما باغي تصل لمرحلة إنك تقدر تواجه مجموعة أكبر، لازم تكمل. ما في نقطة أصلاً خلاص هنا وأنا ما 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 يعني ما محتاج أواصل. لا، كثير من مهاراتنا الكتابة، القراءة، الإلقاء، اللغة، كثير من المهارات إذا ما ظليت أمارسها تثبت. احنا نقول احنا انت بعد ما اكتسبت ما تتوقف، بعدك طور نفسك، بعدك حاول بين فتره وفتره تتحدى نفسك، بين فتره وفتره توجد بيئه اخرى، بين فتره وفتره تسوي طريقه جديده، بين فتره وفتره تتناقش او تنافس او تدخل مع احد من الزملاء او احد من الدكاتره او احد او احد مثلا نقول في مكان اخر. هذا الشيء تخلي عندك ايش؟ تطور مستمر. الانسان مثلا عنده مهاره التسويق وصار مثلا ما شاء الله يعني تسويقه جيد وكذا، هل يقف عند نقطة؟ لا، تسويق مهارة كانت ما تتوقف، انتقل في منتج آخر، انتقل في بيئة أخرى، يمكن تناجح في هذه البيئة، بيئة الجامعة، قرب تدخل خارج الجامعة عشان تبقى بكرة تكون موظف، انتقلت خارج الجامعة، قرب بيئة ثانية، اليوم انت تروق على مثلا نقول برنامج معين والحظ ولا تدخل فيه تستفيد منه، طيب قرب تناقش أو تروق لبرنامج آخر أو لموضوع آخر أو لسلعة أخرى، بين فترة وفترة تثبت مهارتك وتتطور بإذن الله تعالى، أخلق فرص جديدة وأماكن جديدة وأدوات جديدة، هذا يساعد بإذن الله على تطويرك. ابحث عن مصادر الإلهام، ومصادر الإلهام بمعنى تبحث عن أي شيء منحك الاستمرارية في اكتساب المهارة وتطويرها بإذن الله تعالى. ابذل قصارى الجهد، تصنع نفسك في المواقف والتجارب، جرب تقنية الكرة الثلجية، وهذه مخصصة للكرة الثلجية، إني أبدأ بالشيء البسيط وأكمل بس، ما أقول لما أستطيع أتثقل وتشوف الكرة الثلجية هناك ولا ما، لا لا ابدأ أنت بس. أنا كثير من الطلاب أقول بس حط رجلك بس تروم، بس حط رجلك في اول نصف وقت تغير، بس حط اتخذ قرار سير حط رجلك هناك، ثم الثانيه شوف انك توصل ولا توصل، ما مشكله. ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل، ان تصل ببطء وبهدوء افضل مما تروح صاروخ وتطايق، بس ابدا. الكره الثلجيه تقنيه ان انا ابدا بسيط، افكار بسيطه، تجارب بسيطه، واواصل واواصل، كل ما طبعا كملت كل ما أنا حسيت بيش من إنجاز أكثر. كن معلم الآخرين، وهذه نقطة ببساطة، أنه كل ما أدركت شيء وحاولت تعليمه للآخرين كل ما كان أكثر ثباتا عندي. الطلبة في مذاكرتهم أو في أعمالهم لما يذاكروا شيء ويحاولوا يعلموا زملائهم تثبت. موظفين أيضا لما نتعلم برنامج معين وأجي أعلم زميلي هذا البرنامج أو أنا أعرف طريقة معينة وأجي أعلم، هي تثبيت إلي ترى، أنا أقول أي واحد يعلم آخر هو يثبت يراجع لنفسه، هو جالس يراجع لنفسه وبالتالي يعطيه تثبيت أكثر. شارك في منافسة ودية، بمعنى كل ما
حاول تذوق المنافسة مع الآخرين، كل ما كنت حريص على زيادة الاستمرار ب ركز على النقد المناه، وذكرناها بطريقة أخرى سابقا بأنك أنت كل ما كان في نقد كل ما استفدت منه، ما تركز على السلبيات، وحاول أن هذا النقد تعتبره رسالة للتطوير. ننتقل للمحور الثاني وهو إدارة الوقت. طيب طبعا الوقت، إدارة الوقت المختصر ما هي عملية الاستفادة من الوقت الموجود. لما أقول إدارة الوقت يعني أنا عندي وقت أريد أستفيد منه بكل طاقة بكل قوة بكل إمكانية. إدارة الوقت فعليا هي إدارة ويش؟ لا بس احنا نسميها إدارة وقت، لا هي تدير نفسي، أدير مهامي، أدير أعمالي. والحقيقة أن نحن لا ندير وقتنا، ندير حياتنا. لما يكون عنده واحد ما شاء الله، نقول ممكن أنا يا أخي هذا منظم، يا أخي ما شاء الله تحصله ده يعني منتج في كل شيء ما شاء الله عليه. احنا نصف الآخرين بهذا الوصف ونريد نكون مثلهم، صح ولا ما صح؟ كثير من المواقع من المشاهدات احنا نشوف كيف الآخر نقول يا أخي ما شاء الله هذا، إيش الفكرة؟ الفكرة أنه هو كل شيء عنده مرتب. بعض الناس على فكرة ما يعجبهم الروتين هذا أبدا. أنا في ناس يعترضوا علي كثير، أذكر حد من الأهل قال لي، قال لي إن شاء الله ما تتقاعد قريب. قلت له خير يعني مو الفكرة أن صبحنا لو إياه في يوم واحدة في بيت نفس المكان، يعني الصباح صبحنا الصبح رباعة يعني نفس البيع يعني. لو ظهر لاحظني أني أنا مثلا مع أولادي في بعض الممارسات الساعة كذا والله فقال أذكر آخر يوم وإن شاء الله ما تتقاعد. قلت له سعيدك يعني إذا بعد تقاعد؟ قال لا لا بس يكفي. بعد مناقشة اكتشفنا هو يشوف إنه يعني الإدارة الدقيقة الوقت بالنسبة له متعبة، إنه تعتمد إنك عندك روتين كل يوم لازم نصحى الساعة فلانية والساعة فلانية عشاء والساعة فلانية غدا والساعة فلانية رياضة والساعة فلانية قراءة. يا أخي خرنا قلبنا يعني الدنيا ما مستاهلة. طيب هذه وجهة نظرك أقدرها وأحترمها، قد تكون جزء منها صحيح، ولكن أنا أشوف إنه لما تريد تحقق إنجاز وهدف معين هي يكون عندك إدارة حقيقية لهذا الوصول لهذا الشيء. يعني بمعنى هذه الأشياء بعضها مجبر عليها، يعني بمعنى أن الدوام أنت مجبر عليه تنهض وتروح، لكنه الباقي وقته ما عندنا تقول لازم نهض الساعة 7 الصباح مثل يوم خميس أو يوم جمعة عفوا. ما تقول نهض الساعة 7 الصباح، ليش نهض الساعة 7 الصباح؟ ما تقول لازم انام الساعة 10 والساعة 11، ليش يعني ليش تلزم علي؟ الدنيا واسعة الله يهديك، لا تضيق واسع. أنا هذا الفكر موجود وأحترمهم يعني، وأحيانا أضطر أقاريهم وأقدر أسمعهم، لكن ألزم بجدولي أيضا في مكان آخر. تمام؟ فهي هذه مهمة جدا. فعلا لما ندير وقتنا ندير حياتنا. طيب راح ننتقل بشكل، طبعا هذا اختبار نعديه، كان في اختبار بسيط ليس مقننا بتقنين علمي، ولكن من باب كان قصدنا المشاركة، لكن من ذاك الوقت نعديه. مثل ما قلت هما مقنن تقنين علمي يعني عشان يكون شو اسمه. طيب الأهمية، وهذا الأشياء أيضا راح نطرقها عشان التحفيز، ليش نحن نهتم بإدارة الوقت. طبعا إدارة الوقت لو كان أهمية تخليك تشعر بتحسن في بشكل عام في حياتك، تجد حياتك شوية فيها هدوء فيها انتظام، تجد وقت للعائلة للترفيه. أنا في طلاب لما يكون عندهم إدارة وقت دائما أقول لهم تعال نسمع بعض، أعطيني أول نقطة، أعطيني محاضراتك توقيتها، اثنين اعطيني متى تنام ومتى تصحى. بعد ما نحددها وثبتنا على ورقة نبدأ نناقش ما بينا. أبدأ أناقش، راح يجي في المثال، أبدأ أناقش كل أعماله كل هواياته كل أفكاره كل النقاط اللي هو يريدها تكون موجودة في يومياته الأسبوعية. بعدين نبدأ نوزعها وحسب كل طالب ورؤيته. طبعا كل طالب هدفه وإيش قال. إذا طالب باغى معدل 3 غير عن طالب باقي بس يتجاوز الملاحظة، فرق كبير، فرق. تضحيات اللي باقي 3 راح تكون أكبر واستغلال الوقت راح يكون أكبر، لكن حتى اللي باقي يتجاوز الملاحظة أضغط عليه أكثر، لأن أقول إذا حطيت هدفك تجاوز الملاحظة راح تتجاوزها إذا تجاوزها بشق الأنفس، لكن لما يكون هدفك 3 وتنسى تحقيق الملاحظة أقل شيء تجيب 2.5 معي؟ مع تطبيق الأهداف المتفق عليها. طيب الأمر الآخر، إيجاد وقت نشاطاتك الاجتماعي مع أصدقائك، وأيضا من باب مثل ما ذكرنا وقت لتنمية مهاراتك، هذه الأهمية، إيجاد أهدافك وأحلامك الشخصية، تحسين إنتاجيتك بشكل مستمر وصورة عامة، وأيضا قضاء وقت أكبر للقراءة وتطوير الذاتي. وهذا شيء يعني مفرغ منه، إن الإنسان كل ما كان وقته منظم
فعليا يستطيع انه باذن الله تعالى يدير اوقات القراءه، تحسين المهارات، تنجيز الاحلام والاهداف والى اخره. التخفيف والضغوط الحياتيه المختلفه، وهذه النقطه ذكرت لكم اياها قبل شويه. اي انسان يقول لكم انا مضغوط، اي انسان يقول لكم انا مضغوط ولا واحد منكم يحس بضغط، انصح نصيحة هذا، تعال وقف بس واكتب ما موجود في راسك وقربوها كتقنيه، قربوها انه لما تحس عمرك مضغوط في يوم ما او في اسبوع ما، اكتب ما موجود في راسك على ورقه، بعدين شوف عندك اذا كان في يوم معين، عرف يومك في كم ساعه، في 24 ساعه كم ماضي منها حتى الان، كم المتوقع من الوقت عشان تنجز، متى لازم تنام، ايش الاشياء حولك لها علاقه بانجازك. نظمها بكل بساطه، يمكن في جلسه 10 دقائق ربع ساعه راح يخف الضغط. بمعنى لما نقول يخف الضغط، انت لما تشعر انه انا مثلا انا اليوم عندي محاضره في الاداب، اليوم عندي حالات الصباح، وبعد ما اخلص من الاداب عندي يعني طلاب، عندي متدربين في ارشاد برنامج ارشادي، وارجع البيت عندي مثلا مهمه معينه و الى اخره. لما اشوف هذه المهمات في راسي احسها ثقيله جدا ثقيله، لكن لما ابدا وانزلها من راسي على ورقه، وانا اعطيكم هذا الكلام بامانه، ايش اللي راح اشوفه؟ اللي راح اشوفه اني انا اصلا مجدول وقتي انه الصباح عندي حاله من الساعه فلانيه للساعه فلانيه، وبالتالي انا اول ما اوصل الدوام اذا لازم افتح جهازي، اذا لازم استخرج الحاله، اذا لازم اراجعها، هذا الشيء نحضرها روتينيه يعني خلاص واضح عندي. طيب متى تخلص الحاله ولا تخلص الوقت الفلاني؟ اذا بعد ما اخلص الحاله لازم انا اسجل هذه الاشياء في الجهاز واسجل معي واغلق. شيء غيره بعده؟ ماشي غيره. طيب بعد هذه المهمه اتوجه للاداب وانجز مهمه المحاضره. خلصت طيب ارجع هناك مره ثانيه لمكان العمل واستعد لاستقبال المتدربين. طيب كم مده المتدربين؟ ولا مدتهم ساعه؟ طيب خلص الساعه بعدين ايش بعدين؟ داومين اخر داوم، لكن ايش بعدين؟ انتهت المهمات اللي انت شايف انها ثقيله في هذا اليوم. الحين باقي الوقت استفيد منه في بقيه الاعمال اللي انت تقومها. انتهيت، تروح بعد تقرا فيها وتحصل وقت اخر. تفضل. ايوه نفس الكلام اللي قلته دكتور، يعني بعض الاحيان هي اساسا مهام بسيطه، بس بسبب ان حاطينها في راسي ان اكثر من وحده وما مرتبه، فبالتالي تحسها انها ما ممكن، انها صعبه ومتى بخلصها، لكن مجرد انك تنزلها على ورق مثل ما ذكرت وترتيبها، وين المهم؟ فمجرد انك تبدا بتنفيذ واحده تتسلسل بقيتها، تتسلسل وتكون ليش انا مستصعب الموضوع؟ يعني ما كان مستاهل ذاك الضغط وذاك هذا. راح نعرض بعض الطرق اللي انا كيف ممكن اتفاعل، يعني انا موجود ان شاء الله بس ما اتقدم فيها بعض النقاط اللي كيف ممكن انا وصل الضغط هذا اديره، ولما يكون عندي وقت بهذا الطريق ضغوطات بهذا الطريقه ومهمات بهذا الطريق كيف ممكن انا اعمل فيها المهمه اللي تكون طويله، كيف ممكن اسوي بها المهمه الصغيره، كيف ممكن العاجله، كيف راح يجي ان شاء الله بعض الاشياء عشان ما طيب يساعد اتمام اعمالك بشكل اسرع ومجهود اقل، السيطره عليهم كله بصورة عامة، يعني باب واضح عندكم، بس من باب التذكر أيضا الوقت قضية ذاتية وهذه مهمة جدا. إيش يعني قضية ذاتية؟ إن الوقت عندك غير عن الوقت عندي، والوقت عندك غير عن الوقت عنده، كل واحد وذاتيته كيف ينظر للوقت، وإيش الوقت عنده قيمة، وإيش المهمات والمسؤوليات اللي هو عنده عشان يدير فيها الوقت. تغيير العادات القديمة يأخذ وقت ويحتاج إلى مجهود كبير، فبالتالي إذا أنت أدركت هذه المهمة، هذه الجلسة اليوم تحتاج إلى تعديل أو تحتاج تشتغل عليها، تأكد أن تحتاج وقت أيضا، بس ابدأ. الإدارة أو الصحيحة لوقتك تضيف إلى حياتك ساعات أطول إن أحسنت استغلالها ونازلت على أوقات الضغط. طيب كيف نقسم؟ في عندنا نقطتين مهمات، هي وقت اسمه وقت الذروة ووقت الخمول. هذا اللي طبعا قاد يدير وقته بإرياحية، لكن أحيانا لما نكون موظفين مجبرين على أن نكون في موقف في نقطة معينة. طيب وقت الذروة بمعنى أنه عندك وقت الذروة المقصود فيه الوقت اللي يكون نشاطك الذهني العقلي في قمة نشاطه، يعني عندك قدرة على استقبال المعلومات وإدارة المواقف ودراسة شيء معين، حفظ شيء معين، تركيز شيء معين عالي. بينما وقت الخمول لما يكون نشاط الذهني ايش؟ منخفض. احنا عادة لما حد ناقشنا في موضوع مثلا ان انا ما عندي تركيز، انا ما قادر احفظ،
انا ما قادر احسن درجاتي، انا ما قادر احسن انتاجي، نقول تعال نشوف متى يشتغل هو اصلا، يعني متى يذاكر اذا كان اللي يذاكر، متى يقرا اللي يحب يقرا، متى يطور هذا اللي جالس يطوره، متى هل هو يطوره في الوقت اللي عنده نشاط ذهني عالي، ام يطوره في الوقت اللي يكون هو يعني نشاط الذهن منخفض؟ في العاده في العاده في العاده طبعا النشاط الذهني يكون عالي لما يكون بعد النوم، الانسان بعد ما يكون مستريح مسترخي من بعده يكون في نشاط، لذلك وقت الفجر هذا وقت رائع جدا للاكتساب. انا اتوقع يعادل 3 ساعات ضعف يعادل ضعف الليل تقريبا، ما عندي يعني قياس حقيقي، لكن واقع التجارب ان وقت الفجر مقارنه باللي يذاكر في الليل الفجر يعطي ضعف تقريبا. يعني نفس الشيء اللي يذاكر العصر بعد النوم يعني ينام ظهر للعصر ويذاكر العصر لحد المغرب مقارنه اللي يذاكر بعد المغرب او اذا ساعة متاخر في الليل فرق كبير في الاكتساب. لكن كل شخص طبيعته، بعض الطلاب يقول لا دكتور ما طبعا انا راح الصبح واذاكر سامح لي انا وقت الصباح هذا مقدس عندي، قد فعل ما تبغى كل واحد بنظامه، فاحنا ما نفر، لكن احنا نعطي التوجيه اللي ممكن تستفيد منه. فوقت الذروه هذا متى عندك انت طبعا ما بال يعني نقدر نقول بالقطعيه، ايضا لازم يكون في احنا درجه معينه موجوده، لبعض الناس فعلا نشاطهم يبدا في المساء خلاص، هو بنى كذا عاداته نشاطه مسائي، هذا موجود عند بعض الناس، ونهار حصلت فعلا يعني ما يقدر ينتج في النهار، موجودين اشخاص من هذا النوع. طيب وصلنا للخطوه، الحين اريد ادير وقتي، هذه نقطه مهمه، الحين نشتغل على شيء انا اريد اوضحه الحين، هذا الوقت اللي ممكن تتكلمون عنه كيف انا ممكن اديره. اول نقطه وذكرناها ونعيدها، احدد اهداف، انا ايش اهدافي وانا اولوياتي وايش، لذلك قد اختلف انا معه بناء على الاهداف والاولويات. أنا أهدافي نصل لهذا المستوى، هو أهدافه يكون في هذا المستوى، لذلك هو قد ما يرضى ما يرضى أو ما يوافق على إدارتي للوقت، وشوف أنا نحن معقد ومكبر السالفة ودقيق وراحتك، هذا هدفك أنت هنا خلاص مش عارف، وأنا هدفي هنا أنا مش عارف، أنا أشوف ما يكفي لو استخدمت نفس أدواتك إني أصل الهدف البارد، لذلك مهم جدا نحدد الأهداف والأولويات. طيب وقت النشاط والقبول هذا مهم، كل واحد يحدد قوته وطاقته، متى انا ممكن خاصه لما نكون انا في انا اقدر ادير، يعني غض النظر احنا كموظفين ربما يعني توقيت العمل توقيت ثابت احنا ما نقدر ندخل فيه، لكن على الاقل انه اذا كان انا عندي متسع من الوقت اقدر استفيد منه احاول افعله، يعني ممكن انا اكون موظف وعندي 10 دقائق قبل ما ابدا عملي اقرا كتاب، وحط واحد من كل من اتابع حد الاشخاص اللي يخص تطوير مهارات القراءه يقول انا احط في بيتي كل زاويه كتاب كل مكان، يعني عند الصالة كتاب، يقول ديوانية ولا المدرسة فيه كتاب، إذا قلنا مثلاً إذا عنده مكتب حاط فيه كتاب، غرفة النوم عنده كتاب، ليش؟ قال لأنه أنا عندي أوقات أديرها في البيت، وبالتالي كل زاوية أجلس فيها ولو 10 دقائق أقرأ فيها ورقة، بعد شهر كم راح أقرأ؟ يعني وأنت باغى تجلس الحين ترتاح، تنتظر مثلاً الشاي أو تنتظر قبل لا تنام أو يعني جالس في عصرية كذا في مكان. وقال حاس حاط كتاب هناك، وقلت انا كل يوم لو اقص 5 دقائق اقرا ورقه، ما تقرا كم راح تقرا خلال شهر؟ كم راح تقرا خلال سنه؟ بتحصل عنك بعد 5 شهور خلص 5 كتب 6 كتب بتلقيها توزيع، انت ما شاء الله راهي. انا احب التزم بكتاب معين يكون معي لما اقرا في كل زاويه، فهذه طريقه هو استخدمها. طيب تحديد قائمه نشاطات العمل، وهذه النقطه المهمه، بعد ما حددنا الاولويات والاهداف احدد النشاطات، احدد النشاطات لويش؟ النشاطات اللي انا اريد اشتغل عليها، ايش برنامجكم؟ انت الحين موظف، انت ام، انت اخ، انت طالب، ايش نشاطاتك؟ عشان تقدر توزعها وتعطي لكل واحده اولوياتها وتعطي لكل واحده هدفها، هذه واجد مهمه عشان تعرف وين اللي يحتاجها بذله وقت اكثر وين الاشياء اللي تكون وقت اقل. هذه متى اعطيها الوقت المناسب؟ وهذه متى اعطيها الوقت المناسب؟ لذلك مهم ان انا احصر قائمه بكل اعمالي اليوميه كما قائمه بنسويها في رمضان حال 10 حسكم من زين. تحديد الوقت اللازم لانجاز كل مهمه واضح عشان انا اقدر اعطيها التقسيم، تقسيم المهام الكبيره وتوزيعها، اذا كان عندي بعض المهمات كبيره احاول دائما اقسمها، عندي مشروع معين ما ممكن انجزه في يوم في يومين في ثلاث ولا ممكن انجزه في اسبوع، اعطي تقسيمه يا اخي، الاسبوع الاول اجمع مثلا المراجع، الاسبوع الثاني مثلا اجمع الادوات، الاسبوع الثالث ابدا اكتب، الاسبوع الرابع ابدا أقيم، الأسبوع الخامس مثلا أطبق، وهكذا كل ما كنت عندك المهمات الكبيرة تقسيم كل ما ساعدك إيش في الإنجاز. بعدين نبدأ نصير برنامج إدارة الوقت وفق هذه التقسيمة.
طيب بعد ما نصيغها نبادر في التطبيق، راح اعطيكم مثال بعدين، نبادر في التطبيق. وايضا لازم يكون عندنا مرونه، مثل ما ذكرنا قبل عندي مرونه في التطبيق بحيث انه يكون قابل اني اعدل واغير اللي اعمله، ما لازم يكون هذا قطعي، لكن انا اقول الاساس اللي اشتغل عليه. باي عندي تقويم ذاتي مستمر، ان كل ما اشتغلت اقوم اقيم نفسي قدرت، يعني اموري طيبه ماشي اعدل وانا رايح. واخر نقطه تحسين البرنامج تبع في اداره الوقت بين فتره اخرى. طيب في هذا النموذج اللي كنت بناقشكم فيه وايضا امر عليه مرحله، هذا النموذج في يقول لك في عندي اربع مناطق، كل منطقه لها خاصيه معينه. هذه الاربع مناطق، منطقه اسمها يقولوا عنها هام وعادل في الاعمال وفي المهام، ومنطقه يقولوا هام وغير عادل، ومنطقه غير هام وغير عادل، ومنطقه غير هام وعادل. ايش معناها هذول؟ حد مرت عليه هذه المصفوفه؟ مرت عليكم؟ جميل، مرت عليكم هذه المصفوفه؟ طيب كثير لما اشرح هذه المصفوفه يقول يعني في بدب عني اجلس اسوي كذا واجلس اكتب. بقدر ما هي فيها شغل، بقدر ما هي تعطيك نتيجه. مصفوفه بسيطه، المقصود لما اجمع اعمالي ومهام الاسبوعيه او اليوميه ابدا اصنفها، ايش اللي فيها هام، ايش اللي مهم وعاقل، وايش اللي فيها مهم بس ما عاقل، يعني مهم هو لكنه ما مستعجل عليه الحين، وايش اللي غير مهم اصلا وغير عاقل. واحد يقول يعني شيء مهم غير عاقل، ايوه شيء عنده واجد اشياء غير مهمه وغير عاقل ومهتمين فيها، واجد حياتنا اشياء كذا. وايش اللي غير هام وغير عاقل من هذه الاعمال؟ اذا بعد ما سويت هذه القائمه مالي ابدي اصنفها حسب هذه الاعمال. عشان ليش؟ ليش هذه المهمه؟ عشان اقدر اعطيها التقدير لاي درجه لازم ابذل فيها مجهود حقيقي ووقت اعطيها من وقتي. طيب راح اعطي تفسير لكل واحد على عقاله. الهام بمعنى انه ايش؟ الهام انه يستدعي اني انا اتدخل اني اسويه، الغير هام ممكن انا ما اسويه، ممكن اسوي غيري، العاقل ما يتحمل اني اتاخر في تنفيذه، والغير عاقل يتحمل التاخير، وهذا واضح. طيب يقول أيزنهاور صاحب هذه المصفوفة، يقول الأمور، ها نشوف هذه النقطة، يقول الأمور الأكثر أهمية عادة ما تكون عاقلة. اللي في حياتنا موضوع حلم مهم جدا جدا جدا، العادة إيش؟ ما يكون عاقل. والعكس صحيح، الموضوع اللي كثير عاقل الأكثر أنه ما يكون مهم في حياتنا. لكن درجة العاقلية تخلينا لازم إذا ما سويته لازم يصيريش منك، ما يعرف من الأشياء اللي كنت سويه. لاحظوا قيسوا مهمات حياتهم كيف تكون. لاحظوا المشاريع المستقبلية تخص أهدافكم الكبيرة اللي تعتبر أهمية بالنسبة لحياتكم، لازم تأخذ وقت طويل بس يحتاج تقسيم. لما قلت لكم اللي بايغي يبني بيت والمهمات تبايغي نفذها كلها مرة واحدة، لما ما بدأ ما استطاع الإنجاز. طيب على عقالة، مهم أشياء مهام لا تحمل التأخير، اللي هي الأشياء العاقلة دائما مصنفة في الأشياء اللي ما تتحمل التأخير ولازم تخلص منها وتسويها فورا. وهذا المربع اسمه مربع الأزمات، دائما إذا ما سويت عندي مشكلة، إذا ما اتصلت صارت مشكلة، إذا ما أنجزته صارت مشكلة. هذا اسمه مربع الأزمات، دائما يخليك في توتر، إذا بقيت على هذا المربع دائما أنت في توتر، دائما في توتر. طيب يسموه مربع الطوارئ. المربع الثاني اللي هو إيش؟ وهذا المربع المهم جدا، يسموه مهام تعطى قيمة لحياتك، مثل ما قلت لكم أحلامك، أهدافك، زواجك، سيارة، أي شيء مهام كبيرة. هذه حتى نقول الطلاب يقول المعدل اللي بيجي معدل اللي بيحقق نتيجة مرتفعة، لما يعطي أهمية النقطة في هذا المكان راح يعطيها توزيع وراح يعطيها وقت وراح يقدر ينجزها بطريقة مرتبة. فهنا نقول نضع أهدافنا، وهنا نبني علاقاتنا، وهنا نطور مهاراتنا، وهنا نعطي أولوية في برنامجنا لهذه النقاط اللي أضعها هنا. هذا المربع يسموه مربع الأولويات، يحتاج إلى ترتيب فقط. أولويات لأنها مهمة جدا يحتاج ان ارتبها، لما ارتبها استطيع الانجاز. اخر هو يسموه مربع القياده، اخر مربع اسمه مربع ايش؟ اللي هو الغير هام وعاقل. مهام تعطي احساس مزيف بالانتاجيه مثل متطلبات الاخرين، وهنا نشوف ناس كثيرين شغلهم الشاغل انجاز للاخرين، مش انجاز لذاته، ومع العلم يحس هو ايش؟ انه قاعد يعطي طبعا جميل العطاء، لكن اذا ما كان هذا العطاء في مردود شخصي لك، او احساسك بانك قاعد تقدم شيء لنفسك، ما راح يكون في مصفوفة حياتك شيء من الإنجازات ولا تطوير شيء من المهارات. لذلك محتاج إنك تكون ضمن خطتك أيضا إن يكون شيء لنفسك. يسموه هذا مربع المشغولات، وهذا المربع يحتاج للتفويض. المهمات اللي فيه
حاول تفوض اي شيء قدر. مثلا انت عندك مهمه انه تجيب حاجه من الموقع الفلاني، اخوك رايح لازم تروح انت، وصل زميلك رايح خليه يجي. يعني فوض بعض الاعمال وبعض الاشياء اللي تقدر يخف عنك. في كثير من الطلاب زميلي رايح المكتبه، طيب انت باغي مرجع معين لازم تروح المكتبه، خليه يسوي لك اياه ويرسل لك اياه. قطيت شيء يعني وخف عنك شيء. فيسمى مربع المشغولات يحتاج الى تفويض. طيب هذا المربع هو الغير هام الغير عادل اللي احنا حقيقه واجد ضيعنا تلفزيون الانترنت وسائل التواصل. مهم جدا من وجهه نظري ان اكون واعي للنقاط اللي موجوده في هذه الزاويه، واقدر اقول اذا ما اقدر احذفها ااجلها على الاقل، ما تكون في وسط اعمالي وسط قلبي. يعني مثلا خلينا نكون صريحين، احنا كلنا عندنا وسائل تواصل، كلنا نحب نقلب ونحب نشوف واتساب واخبار غزه واشياء كثيره، وكلنا متعاطفين مع العالم اللي موجودين فيه. طيب الى اي درجه هذه الاشياء تحقق لنا شيء في حياتنا؟ لاي درجه هذه الاشياء شاغلتنا فعليا عن انجازات؟ كثير من الطلاب اقول لهم انا ما اقول لكم سكروا اي برنامج من برامج التواصل، بس اقول لكم اعينوا توزيعها، ضبطوها، حطها في الوقت الخمول، حطها في وقت يعني اخر محاضرات، حطوها في اخر اوقاتكم، ما تحطها في قلب عملك، ما تحطها وسط محاضراتك، حاول تديرها بطريقة صحيحة. واللي ما عنده سب إيه اللي يقول لي اللي ما عنده مو تواصل اجتماعي جميل، لكنه لا يعني إنه ما عندك وصلت ما عنده صح، لا لأنه ممكن ملهيات أخرى موجودة في هذا. لكن إذا كنت تعتبر أنا ما أعتبر وصلت تواصل اجتماعي مضيع للوقت بقدر ما أنا أديرها وحط لها وقت معين، لأن أيضا تعطيني جانب آخر إيجابي عشان نأخذ موضوع من الشيء. طيب أنا نحاول رسالات عامة نحاول نتجاوزها، استخدم قانون الأعمال ووزعها، نفس الكلام اللي ذكرناه فقط هذا من باب عاد التأكيدات. طيب هذا النموذج اللي كنت واضع عنه باختصار، لو إذا حبيت تصوروه وتشوفوا، أجيب قانون الأعمال موجودة عندي ووزعها على المربع المربعات هام وعاقل، ثم أعطيها جدولة معينة. هذا المختصر نختم فيه تقريبا. الأعمال أجمع كل مهام اللي أنا عادة أمارسها سواء أسبوعياً أو يومياً، بعدين أصنفها إيش المهم منها وإيش العادل إيش غير مهم إيش غير عادل، بعدين أوزعها. طيب بعض الناس ما يحبوا هذا التوزيع بالساعات، ما يحبوا، أنا أعطيهم توزيع آخر. أنا كثير من الطلاب أعطيهم توزيع الصلوات، أقول له حط صلواتك كتبهم خمسين، وحط ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر إيش المهمات، صلاة الظهر وصلاة العصر إيش المهمات، العصر للمغرب إيش المهمات، المغرب إيش العشاء إيش المهمات، ما بعد العشاء إلى ساعة النوم إيش المهمات. بس يكون عندك روتين تشتغل عليه دائما بهذه القوه. طبعا باعتبار انه مثلا اذا قال انا ذاكر من صلاه العصر الى صلاه المغرب، فتكون هي فقط المذاكره كامل من صلاه المغرب لصلاه العشاء، هذا عندي ترفيه مع الزملاء والاخر، من العشاء الى قبل النوم عندي مثلا حاطين ايضا مذاكره او ساعه مذاكره ثم عشاء ثم مذاكره، نمشي بهذه الطريقه بحيث انه ايش يقدر يدير وقته. حتى احنا الموظفين يمكن هذه النقطه واجد تخدمنا اكثر من الساعات. لو انا عندي جدول يومي مثلا من المغرب للعشاء هذه ساعه للاسره، أو ساعة مثلا نقول لأمي وأبويا أتابعهم وأروح عندهم، ومن العصر للمغرب هذه ساعة لأولادي مثلا، ومن بعد العشاء ساعة لإنجاز مهمات البيت، أكون واجد مرتاح وكذا بشكل يومي. في مرونة في التغيير، أسهل. لكن كطلاب أحيانا يحتاج يكونوا دقيقين أكثر باعتبار أن الأوقات عندهم تضيع بطريقة أو بأخرى، لكن أيضا موجودة. وطبعا في ناس، على أختم هذا كلامي برمضان، جاي رمضان وما أدراك ما رمضان، في ناس تستوي رمضان عباد، وفي ناس في رمضان تسوي نيام، وفي ناس في رمضان مستوي مقاومين ايش مسها يعني كما يقول مكافحين الليل، في ناس في المطبخ تعاطفا معهم الله يحفظهم، لكنه حتى المطبخ هذا ممكن يكون بإدارة. وحقيقة انا اقول لكم يعني حتى المطبخ إدارة، ممكن نقدر هذا الشيء لكن يحتاج الى إدارة عشان ما يأخذ هو كل اهتمامي فعليا يعني. فهذه نقطة مهمة. في طلاب يقول دكتور احنا في رمضان كيف نذاكر؟ قلت لهم لا، ليش لازم رمضان يغير جدولنا؟ ليش لازم في رمضان نسهر لآخر الليل؟ ليش ما يكون رمضان طبيعي ننام الساعة 11 ونهض الساعة على صلاة الفجر؟ ليش؟ أنا برنامجي في رمضان نفسه، في رمضان وغير رمضان، طبعا واجد كثير من النقد في هذا الإطار، لكنه محتفظ ببرنامجه وماشي. هنا المشكلة هنا ان احنا نقول رمضان لازم نسهر في الليل ولازم ننام في النهار. ما صحيح ان جسمي يحتاج انام في النهار واسهر في الليل،
وقربه خذوا نصيحته. ولو لا لا ما عاد صباح رجع البيت ونوم لين خاصة أبو جامع صلاتين لين الله أكبر، وفي الليل سهران لين الفجر. موجود رسالة، لكن قربوا تغيروا إنه نام طبيعي وقت النوم وأصحى طبيعي وقت النهار، وأنا فترة العصر طبيعي ساعة أو ساعتين طبيعي جدا، وشوف قد اللي كيف يكون قربوا. ويتغير شيء بسيط لأن الوجبات ما تختلف وقتها. عندي من الوالد عواذر. لا لا بس ما يكون مثل ما أنت قلت يكون سلبي يعني. لا لا في ناس تغير تماما عندهم يعني في رمضان، هو اصلا برمج عقله رمضان. ايوه برمج عقله رمضان مختلف. الله اكبر الله اكبر الله ينصركم يا رب. طيب جزاكم الله بخير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. عسى الله سبحانه وتعالى مكنا انه ننقلكم ولو فكره بسيطه او طريقه بسيطه انك تستطيعوا من خلالها تديروا اوقاتكم باسلوب بطريقه سهله ميسره، وان شاء الله تساعدكم في تنميه مهاراتكم واعمالكم وحياتكم بإذن الله. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.